السلام عليكم طلاب تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. معادنا النهاردة إن شاء الله مع فيديو جديد لحل أسئلة الجرامر. الفيديو اللي فات كنا راجعنا كل أجزاء الجرامر الموجودة في شيت حضرتك، سواء الموجود في اليونتس أو حتى الإكسترا جرامر. المرة دي هيبقى حل على أسئلة الجرامر كلها. الحل المرة دي هيبقى من كتاب مختلف زي ما أنت شايف، من كتاب اسمه A1. كتاب جميل جدا بصراحة، شفت الأسئلة بتاعته، عجبني جدا الريفيجن بتاعته. هم منزلين ريفيجن مسمينها مفاهيم اللغة الإنجليزية، خاصة بجميع أجزاء الجرامر اللي جت في ورقة المفاهيم وحتى الأجزاء اللي مش موجودة برضو. مستوى الأسئلة هنا عالي شوية، عجبني بصراحة، هيعجبك كمان وانت بتحل. مغطي كافة المستويات ومغطي كمان أسئلة التريكس أو الأدفانسد الموجودة عندك. فحضر قلمك وورقتك وهنبدأ نحل مع بعض. قدام حضرتك إن شاء الله اللينك اللي بعته لك على ون درايف فيه كل حاجة انت محتاجها. في عندك الشيت دوت فاضي، وفي الشيت محلول، وفي كمان اللينك بتاع الفيديو لو حابب تبص على اليوتيوب وتشوف الفيديو اللي انا بسجله دلوقتي. فكل حاجه بالنسبه لك متاحه. عايز الشيت فاضي عشان تحل فيه من اول وجديد موجود، عايز تحل تبص على الشيت المحلول على طول بحيث انك ما عندكش وقت فعايز تبص على الانسر فورا برده موجود، لو عايز تتفرج على الفيديو عشان تشوف انا حليت ازاي برده موجود. يلا مش هضيع وقتك، هنبدا نحل مع بعض على طول. هم مقسمين الريفيجن بتاعتهم لايتمز بناء على الجرامر الموجود. item number 1 بيتعامل مع الفور tenses لكل past و present و future. يعني tenses هنا كلها الأربعة بتوع ال present simple و continuous و perfect continuous، الأربعة بتوع ال past والأربعة بتوع ال future مستر. تعال نبدأ حل على طول عشان الوقت بتاع حضرتك. يلا question number 1. Dahlia always space her parents when they are busy. لما بيكونوا مشغولين هي بتساعدهم. الكلام في ال present و Dahlia singular، فأكيد هنقول helps. ما تنساش الاس بتاعت سينجلر وانت بتتكلم في البريزنت سمبل. Question number 2. سهيلة always space her parents when they were busy. هنا حول البوست، فشيء طبيعي انك تستخدم البوست سمبل helped. Question number 3. أليا is always spaced by her mom when she has a lot of work. هي بتساعد ولا بتتساعد عن طريق مامتها؟ كلام هنا في الباسيف، والباسيف يعني verb to be plus ال PB. ادي verb to be ناقص ال PB، هنختار مين هو helped. Question number 4. The young space to teach other on the phone to each other on the phone these days. The young اللي هم صغار space to each other بطلوا يتكلموا مع بعض في التليفون on the phone these days. بطلوا يتكلموا. دلوقتي بيتكلم في these days، و these days the present continuous. عشان كده present continuous verb to be plus the PP تبقى aren't talking these days. طب هتقولي طب هو young ديت ازاي اخدت are؟ هفكر سيادتك ان احنا اخدنا مع ال articles، قلنا the ممكن تيجي مع ال adjective وتعبر عن الجماعة كلها. young يعني صغير، the young الصغار او الشباب الموجودين عندك، وساعتها هتاخد are بما انها عبرت عن ناس كتير، equal young people يعني. The second question. 5. Why space so much noise? Really, it's too annoying. Too annoying يعني annoying habits. Annoying habits انت ذكرتها معايا في الجرامر كان بتيجي مع present continuous. مين تحت present continuous؟ is ing آخر واحدة. Why is he always making؟ هتقولي طب ليه مش سي؟ ما فيها برضو verb to be plus ing. هقول لك ان ده question، في question بنجيب الverb الأول، عشان كده جبنا كلمة is he مش he is. Question number 6. The pencil is space to me. Can give it back to me, please? The pencil. البنسل القلم دوت ملكي أنا، بينتمي ليا، فقلنا belongs to me. ليه ما اخترناهاش continuous؟ لأني belong ده state of verb، ما ينفعش اتحط في continuous طبعا. 7. I space my English teacher's difficult questions. My English teacher's difficult questions. كل دول بالنسبة لي noun. الأسئلة الصعبة لمستر الإنجليش بتاعنا، فأنا متعود عليها. مين تحت يجي وراء ing or noun؟ فعلا يا مستر am used to. كنا ذكرنا وقلنا ان used to بعدها infinitive equal would، لكن أي verb بيجي قبل used to بيخلي وراها gerund على طول. I used to study لكن I am used to studying. كل اللي قدامك فوق اعتبره noun، عشان كده قلناها I am used to يا مستر. Question number 8. She cannot get used to. Get used to لسه قايلين حالا، قبل used to verb يبقى يجيب بعدها gerund. مين تحت gerund؟ برافو عليك، تمام، working. بس استنى شويه، ممكن اعتبر كلمه work هنا noun، العمل نفسه، فاقول she cannot get used to work for such a large company. مش متعوده على العمل
في المجال ده. ممكن اعتبرها gerund ing او noun في كلمة work. عشان كده الانسر بالنسبة لك هتبقى AMB. Second question, question number 9. He used to be a taxi driver, now he. السؤال ده عد علينا أكتر من مرة في المنهج لو تفتكر. قلنا إن بعد used to verb to be فلازم تعوض هناك بverb to be. مين verb to be هناك اللي يناسب كلمة now وهي في نفس الوقت؟ هي isn't. ف he used to be taxi driver ودلوقتي بطل. هبص اللي بعد لبعد used to هناك طلع verb to be فعوض عنه ب isn't. question اللي بعديه مرتبط بيه جدا. My father used to smoke in the past but now he. المرة دي اللي جه بعد used to ده verb عادي، ده main verb، فعوض عنه هناك ب don't or doesn't. بتكلم في present وبتكلم في he فهقول he doesn't. نأكد تاني ونقول ياريت تربط الاتنين دولات ببعض. بعد used to verb to be فعوضنا عنه ب verb to be هناك. بعد used to main verb عوضنا عليه ب don't or doesn't هناك يا مستر. question number 11. My dad is based 11 Zagreb when he was young. He has a lot of old friends there. عنده أصدقاء كتير لما كان صغير كان عايش هناك. لما كان صغير كان عايش هناك معنى كده أن كان عايش هناك وبطل، خلص خلاص. Action that started and finished in the past يبقى past simple، عشان كده اخترنا did. Question number 12. Did you go to the party? Space no I. رحت الحفلة؟ قال لها لا. أنا يا ترى أنا ما دعيتش ولا لم يتم دعوتي؟ يعني أنا دعيت ولا ادعيت؟ أنا حد دعاني. يعني الجملة باسف، وباسف يعني verb to be plus the PP. مين الوحيد تحت اللي فيها verb to be plus the PP؟ هي طبعا wasn't invited، لم يتم دعوتي، محدش قال لي تعالى عشان كده ما روحتش. question number 13. When I spaced to school I saw a terrible accident. لما كنت رايح المدرسة شفت حادثة كبيرة. When I was parallel action أو two perpendicular action، واحد كان شغال والتاني قطعه. When I was walking to school I saw. ونزعت أنه وين ممكن أحطها مكان while عادي. question number 14. Although the police suspected him he was able to prove that his face when the crime was committed. بالرغم أن البوليس كان شاكك فيه هو قدر يثبت أنه هو بريء، قدر يثبت براءته. يعني معنى كده في وقت الحادثة هو كان شغال بيعمل action تاني، بيعمل action تاني في وقت الحادثة. to perpendicular ولا to parallel؟ parallel. هو كان شغال والحادثة كانت شغالة، علشان كده he was working، كان شغال بيعمل حاجة والحادثة كانت شغالة في نفس الوقت، أو الجريمة كانت شغالة في نفس الوقت. 15 يا مستر. I saw Mr. Isam in the library. He was sitting with Mr. Gamal space books. كان قاعد مع مستر جمال بيعمل إيه؟ أيوه كان بيعمل reading. reading يا مستر وخدناها في participle close لو أنت اللي بتعمل الأكشن بتقول ing. مستر هو قاعد، مستر عصام ومستر جمال كانوا بيقروا، يبقى reading books. question 16. someone next door space heavy music all night. I didn't get a wink of sleep. واحد كان مشغال music جنبينا ما قدرتش اخد اي غفوة وما نمتش خالص. كان شغال بيعمل، يعني someone next door was playing heavy music، كان شغال. question 17. My family had lunch while space at school. كانوا أكلوا وأنا كنت هناك في المدرسة. While I أكيد while I was at school. verb to be stative عشان ما تقوليش لي ما اخترناش was being. The stative ما يجيش في continuous طبعا. 18 يا مستر. They visited the pyramids while space in Egypt. While A. While محتاج ING وراها. While being in Egypt. طبعا انت هتقعد تعيط دلوقتي تقول لي انت مش لسه قايل ان verb to be ما يجيش في continuous tenses. ايوه اسمها continuous tenses، يعني ما يجيش مع verb to be plus ing. يعني ما ينفعش اقول I was being اللي هي number C ديت، لكن ممكن اقول being عادي. طول عمرك بتقول being L I stayed at my house لكوني. فوايل يجي وراها gerund اللي هو ing، وال ing من be هي being. لان الناس فاهمه غلط عن الستيت اوف فيرب. كل واحد يقول ستيت اوف فيرب يعني ما تجيش في الاي ان جي، اسمها ما تجيش مع الكونتينيوس تنسز، يعني ما تجيش مع فيرب تو بي بلس الاي ان جي. لكن فيرب تو بي لوحدها ممكن تيجي. ممكن اقول لافينج تشوكليت از ماي فيفرت هوبي. 19 يا مستر. سبيس وركينج اورز اي هاف ا 10 مينيت بريك. مفروض انت هتقول لي وايل وركينج اورز، بس وايل وركينج اورز دي معناها اثناء الساعات ما هي بتشتغل، الساعات ما بتشتغلش يا مستر. مفروض هي during working hours. طبعا هتقعد تعيط دلوقتي وتدبدب برجليك وتقول انت مش لسه قايل لنا في الفيديو بتاع الجرامر ان during بي وراها noun ما بيجيش وراها gerund. حضرتك هو مين قال لك ان ده gerund؟ مين قال لك ان ديت ing؟
حضرتك ديت ناون، working hours كلها ناون معناها ساعات العمل يا مستر، ساعات العمل. أثناء ساعات العمل I have a 10 minute break، عشان ما تقولش إيه ده اللي جاب الـ ing ورا during، حضرتك دي مش ing كلها مع بعض ناون، اسم واحد بس. فشغل عقلك وانت بتحل، مش محتاج افكرك بالرول بتاع 10 minute break، ما قلتش minutes عشان في noun وراها هي كلمة break فتعتبر adjective، 10 minute كلها adjective وصفت كلمة break يا مستر. لو عايز تخليها minutes هترمي break قدام، هتقول the break was 10 minutes يا مستر، أو was for 10 minutes. طبعا ده compound adjective، حطينا الهايفن عشان في noun في الآخر. Question number 20. I apologize for not answering your call because I space a shower. ما رديتش عليك علشان أنا كنت باخد شاور. Because I was having. ممكن تقول لي مش have the state of verb؟ أيوة have a state of verb اللي معناها يملك. I have a car ما ينفعش أقول I'm having a car. لكن have هنا معناها إيه؟ I was taking a shower. ففي action بيحصل مش state of. دي قيمة الشيت بصراحة، بصراحة الأسئلة عجباني وهتعجبك كمان طول ما أنت ماشي في الحل معايا. هتحس إن في أفكار جميلة عمالة تفتح في عقلك إن شاء الله بإذن الله. Question number 21. I couldn't phone my friend because I spaced my phone. Because I ما كلمتوش عشان أنا نسيت. Because I a. في old action هنا. في old action. فاكر new action و old action. هنا old action على طول هتبقى had forgotten. هتقولي لي مش had been forgetting. هقولك حضرتك forget state of verb عمر ما يتحط في continuous. وفي نفس الوقت ما عندكش كمان duration عشان تحطه في continuous حتى لو كان action. Question number 22. Writing a lot of novels. Najib Mahfouz is space famous as a novelist. Najib Mahfouz مين في دول؟ فتقولي طبعا عندي اتنين في البوست، ممكن اقول became او had become. مبدئيا هي become became become، ف had become هنا البي بي صح. يا ترى بقى اختار بي ولا سي؟ هو حضرتك هو كتب النوفلز الاول ولا بقى مشهور الاول؟ هو اكيد كتب النوفلز الاول، يعني الاولد اكشن هو قدام. كلمة writing a lot of novels is an old action، والold action بتحط له had، فما تروحش سيادتك تضيف had من 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 دماغك الناحية التانية. حضرتك اللي حصل الأول هو الكتابة، والsecond action كونه famous، علشان كده اخترناها past simple لأن دوت second action مستر. وطبعا writing اللي في البداية بتفكرك في participle close لما أقول لك stealing I ran away وstolen I cried، شرحنا في الفيديو بتاع الجرامر. Question number 23. Space I played for school I took a taxi. انت اللي صحيت، انت اللي عملت الاكشن. بما انك انت اللي عملت الاكشن بدات بالing getting up late for school. 24. As soon as we saw the hotel. طبعا هتقعد تقول ايه ده as soon as بيجي وراها past perfect، فين had seen هنا؟ قلنا لو مفيش time difference، لو two actions حصلوا ورا بعض اي نعم فيهم تتابع واحد قبل التاني، بس مفيش time reference ممكن اخلي الاثنين past simple، فدوت past simple والناحيه التانية برضو يبقى past simple تبقى new. ارجوك ما تفرضش ان السؤال اذكى منك، فما تقوليش ان هاد ما جاتش في الاول اروح اوديها الناحيه الثانيه واقول وي هاد نون، كده انت بوظت المينينج يا مستر. ارجوك البوست بيرفكت بيجي ورا اس ناس، ما جاش بوست بيرفكت يبقى الاثنين بوست سامبل لان ما فيش تايم ديفرنس، مجرد ما ده خلص ده الاكشن التالي ابتدى. كويشن نمبر 25. I spaced the office until I had checked. I had checked، انت عارف الرول بتاعت until قبلها السكند اكشن وبعدها الاولد اكشن، الاولد اكشن موجود هنا وقبلها second action في past simple negative. مين تحت past simple؟ هتقولي wasn't left. I wasn't left معناها أنا تسبت أو أنا ما تسبتش، مش بس في الكلام في الactive خالص، أنا ما سبتش الأوفيس، ما سبتش المكتب غير بعد ما شيكت إن كل الأبواب مقفولة يا مستر. فحضرتك مين تحت بيعبر عن الباست؟ طبعا هي كلمة wasn't leave، المقصود بيها أنا ما كنتش هسيب الأوفيس غير لما أتأكد إن كل الأبواب مقفولة. جميلة الأسئلة بصراحة، ممتعة جدا، أكيد أنت حسيت أن طعم الأسئلة مختلف وكمان الـ ideas اللي فيها حلوة جدا. فضل question number 26. النشاوي، أكيد ده حد من مؤلف الكتاب أو أصدقائهم، هم الناس ليهم حق بصراحة، الكتاب عجبني فليهم حق لو عايزين يعملوا دعاية لي. النشاوي space to go out until he gets better. Until he gets، أدي until وجيت بعدها present gets. كلام دي فكرك بدرس اسمه temporals موجود عندك في الفيوتشر تنسس، ممكن تروح لشيء تفتحه هتلاقي temporals موجودة تحت conjunction كلها after و as soon as و before و by the time ومعهم once، كان بيجي بعدهم present simple أو perfect، ممكن يقول لك he gets أو he has got، both of them are right، وقبلهم بيجي أي modal verb وفي أو ممكن future، عشان كده لما دور على الفيوتشر تحت ألاقي آخر اتنين want allow want to be allowed. النشاوي ده person، want allow مين؟ محتاج حد يallow، عشان كده كلام في الباسف تبقى want to be allowed يا مستر.
مش هيسمح بحد to go out until he gets better. 27 الدبكي برضو واحد أكيد من مؤلفين الكتاب أو أصدقائهم space to leave the hospital until his bones had healed. Had يبقى ده old action الناحية التانية second action في false simple. مين تحت past simple؟ ممكن تقول لي A و B الاثنين past simple. الراجل didn't allow حد ولا هيتسمح له انه يخرج، يعني الكلام هنا في الباسيف، وباسيف يعني wasn't allowed to leave، محدش سمح له انه يخرج من المكان. Question number 28 it's based until she had gone until she had got permission that she left. She had got وفي that. في rules كده لو تفتكرها مع ال past perfect اسمها it wasn't until و it was only when. It wasn't until و it was only when. هنا نختار مين؟ هنختار it wasn't until كانت equal after وجبنا في النص that لو تفتكر. 29 President Sadat died in 1981. Before that وانت عارف اني before that equal after. ال equal after فبعدها ال past perfect. مين past perfect هنا؟ تبقى had crossed. 30 مهند space an English person before he met my friend Jack. Before في النص جه وراها second action يبقى هناك ال old action. مين ال old action هنا؟ had plus ال BB تبقى hadn't met. 31 no sooner فاكر no sooner؟ كان no sooner had he plus ال BB no sooner had I gone وفي النص في then. طبعا انت اول ما تشوف كده في الامتحان تقول no sooner معاها had وهتروح تجري تختار had على طول. أرجوك بالله عليك يا أخي بص على الفيرب، الفيرب هنا انفينيتيف. لو كنت هتختار هاد كان المفروض تبقى هيرد زي اللي تحتها، يعني لو بصيت على اللي بعدها ديت بيقع في عندك هيرد فهختار هاد، لكن فوق ده انفينيتيف فهضطر أجيب البص يبقى نو سونر ديد. وصل الاثنين مع بعض هقولهم لك بشكل سريع تاني، نو سونر المفروض يجي وراها البوست بيرفكت، بس البوست بيرفكت بيقول لك هاد بلس البي بي، لما لقيت بي بي في كلمة هيرد جبت هاد. لكن لما لقيته infinitive في كلمة here بس جبت ال past simple اللي هي did. قلنا ممكن نحط past simple معناها ان مفيش time difference، مفيش فرق زمني، الاثنين حصلوا مجرد ما ده خلص الثاني بدأ بعديه على طول. Question number 33 my brother said that he had been to Cairo and space of the pyramids. في قاعدة عندك بتقول لك في parallel اللي قبل and يبقى بعد and. اللي قبل and كان had been ده بي بي فمحتاجين بي بي وراها. البي بي هنا مين؟ تبقى سين يا مستر ومش ضروري اكرر كلمة had مرتين. Question number 34 يا مستر. Space rebelled my car ran faster. اوقف هنا وافتكر الرول بتاعت الموسكيتو. افتكر الرول بتاعت الموسكيتو. وحد البني ادم او وحد السبجكت وحد الشيء في الناحيتين. الجزء الثاني بادئ بماي كار فلازم اعبر عليها في البداية. لو قلت انت having اللي انت عمال ربع ساعة بتكررها ونفسك تحلها من مرة واحدة، لو قلت having repaired كده الكار هي اللي repaired نفسها يا مستر. أكيد الكار مش repaired نفسها، ما صلحتش نفسها. عايزين باسف، وباسف يعني verb to be plus ال PB. ال PB موجود في كلمة repaired عشان كده اخترناها having been. يبقى having been repaired my car ran faster. Question number 35. She spaced for 4 hours when the computer broke down. When the computer broke down. وين في عندك وين في النص هي يبقى اكيد هي قعدت تذاكر وبعد كده الكمبيوتر قطع. على فكره هنا ممكن تقول she was studying for 4 hours كانت شغاله تذاكر، وبرده تنفع تقول had been studying كold action لاني بعد ما خلصت مذاكره النور قطع، فممكن تعتبر النور قطع second action، ممكن تعتبره perpendicular action قطع اللونج اكشن اللي كان شغال was studying او had been studying. Question number 36 مستر. They spaced each other for 10 years before they became partners. For before في النص بعدها second action قبلها old action يعني had و no state of verb ما يتحطش في continuous semester فلازم استخدم had known حتى لو كان في duration اللي هي 14 years. State of verb ما يجيش في continuous. نكمل مستر. Question number 37. Space you ever traveled abroad before you retired. Before you retired بيسألك. Before you retired. في باص simple بعد كلمة before يبقى هناك old action. Old action محتاجين had. فين had الموجودة تحت يا مستر؟ تبقى had you ever travel abroad. لكن لما نزل تحت وسألك في 34 قال لك you ever traveled abroad وسكت. You ever traveled. ده one action. وقلنا one action مستحيل احط had مع one action. ده present perfect بيسألك عن خبراتك السابقة بقت have you. 39 you ever travel abroad و travel هنا infinitive. مين تحت محتاج infinitive؟ أكيد هي كلمة do. 40 I lost Soaya yesterday. I space her since 2021.
من ساعة سنة 2021 ما شفتهاش. خلي بالك أنا I lost سؤاية، يعني أنا شفتها وده أكشن. في أكشن قبلي إن أنا ما شفتهاش، يعني عدم رؤية آية هو الأولد أكشن ورؤيتها هو السكند أكشن. بما إنك بتتكلم عن الأولد أكشن يا مستر هتقول hadn't seen. هتقولي طب إزاي هو كده أنت كاتب had مع one action بس في sentence؟ هقول لك علاقتها بالقبلها حتى لو كان في full stop، أو علاقتها حتى بالجزء الثاني اللي هو since 2021. ما شفتش آية ده الأكشن الثاني، بعد كده شفتها ده السكند أكشن. الأولد أكشن مع had بلس البي بي يا أستاذ. فضل question number 41 I space آية since 2021. شلك بقى الأولد أكشن فوق، ما بقاش فيه two actions، بقى فيه أكشن واحد بس، عشان كده هتضطر تجيب مين؟ أنت حافظ rule إن since بيجي قبلها present perfect، يبقى I haven't seen آية. لو قارنت الاثنين ببعض فوق مديك two action، واحد old والتاني new، لكن في 41 مديك action واحد بس سمست. Question number 42 يا أستاذ. It was the first time we space visited the museum. خلي بالك بيقول لك it was، عشان انت نفسك تقول have plus the BB، تقولي we have ever visited. اقول لحضرتك اصبر شوية، كان في جزء اتكلمنا عليه زمان، قلنا ال present مع ال present وال past مع ال past. was دوت past simple، محتاج past جوه. مين ال past اللي جوه؟ ال past perfect اللي جوه هو had ever. طب امتى تختار have ever؟ لو كان قدام كانت it is. لو قال لك it is the first time كنت هتقول we have ever visited. ركز على الاسئله ديت، صراحه الكتاب ممتع جدا، كاتب كل الافكار الممكن تبقى advanced موجوده في كل اليونتس. 43 my brother is sad because he spaced his phone. هو sad ده الافكت دلوقتي، present effect ل past action، ده تستخدم ال present perfect something that started و have arisen. هو sad دلوقتي عشان حاجه حصلت، يبقى has broken. طب لو قال لك my brother was sad كنت هتقول had broken يا مستر. ال present مع ال present وال past مع ال past. 44 oh I spaced my mobile what can I do now. الافكت بتاعك دلوقتي، يبقى I have broken my mobile. 45 nothing like this. بص كده وفكر، وممكن تعمل بوز لو عايز تحل. حلينا نفس الكويشن ده في المعاصر لو تفتكر. has ever happened، مفيش حاجه زي كده حصلت لي قبل كده، و nothing بتاخد singular verb عشان كده قلنا has يا مستر. 46 احمد space لندن he is going to return to Cairo next week. راح لندن ولسه ما رجعش، ذهب ولم يعد، تبقى has gone ذهب ولم يعد. هتقول لو تفتكر ان كان في الفرق بين has gone و has been. has been راح ورجع، وكان في بين ان غير بين تو، بين ان راح ولسه ما رجعش، بس مديك التايم لازم يكون قاعد قد ايه. 47 يا مستر علي isn't here he spaced to the park. مش موجود، راح وما رجعش، برضه نفس الفكره، تبقى has gone to the park. since he since 48 question انت حافظ ان since على طول وراها past simple، والناحيه الثانيه جاب لك present perfect اهو عشان ما يزعلكش كانه مشقلب السنتنس. مين past simple تحت؟ يبقى since he joined. بالله عليك وارجوك ما تشوفش سنس تقول ده present perfect انا حافظها مع المستر، فروح اجيب has or have plus the bb. الكلام دوت قبل سنس مش بعدها يا مستر. يعني السنتنس ممكن تقول he has made a lot of achievements since he joined this school، لان سنس على طول بعدها past simple. 49 مستر he is starving since he space eaten nothing for two days. افهم معنى الكلام كده يا مستر، هتكتشف ان سنس هنا معناها because ممكن تيجي معنا because على فكره لو عايز، بس بص كده he is starving since he space eaten nothing for two days since he has eaten nothing. لان سنس هنا زي ما انت شايف اهو معناها because، هو ما اكلش حاجه بقاله two days. started وما زال، عدم الاكل بدأ معاه وما زال مستمر معاه. 50 يا مستر a long time has passed since I spaced my ear. a long time has passed at the present perfect where since ومحتاجين post simple وراها هي so. هتقول لي انت مش لسه حالل ان since فوق قبلها بعدها present perfect يا مستر؟ since اللي فوق هنا معناها because يا مستر، عشان ما تتلخبطش معناها لان. فضل the second page question number 51 تكملت برضو التنسس. have you spaced zigzags since you were born. since you were born since عندك possible بعدها، محتاجين present perfect قبلها. have or has plus the pp. yes I've always lived here. lived here يعني هو عايش في الزقازيق يا مستر، هو مازال عايش فيها ما سابهاش،
يبقى have you been in زقازيق، لأنك ما زالت قاعد في الزقازيق ما سابهاش يا مستر. خلاص هتقولي طب ما ليه مش جندو، ما جندو ذهب ولم يعد، هو حضرتك هو من ساعة ما اتولد هو هنا، هو ما راحش في حتة، هو ما غيرش مكانه أساسا، فلا جندو هتنفع ولا بنته هتنفع. 52 يا مستر، I cannot believe it. I cannot believe it. مش مصدق نفسي. Have you eaten all the food? طبعا وش انت كنت عايز تقول yet، بس هو yet مش منتظر منك اجابة، هو مش مستوعب قدامك انت ازاي اكلت ده كله، يبقى already بالفعل بدليل وجود الاكسكلاميشن مارك كمان. 53 Egypt space much over the year. Much over the year على مدار الزمن. Much over the year ده present perfect، عشان كده بندور على has or have plus the PP Egypt singular فاخترناها has changed. 54 it's a space 10 years since we last met. انت حافظ رول بتقول its duration since past simple، ادي since ودي past simple، يبقى its duration it is. هتقولي ليه مش has، ممكن تبقى has been، يعني لو كان في been كنت اخترتها مع كلمة has يا مستر. 55 صلاح has been training hard space the last match. انت حافظ اني since last week و for the last week، وشرحناها في الفيديو قلنا الاثنين duration او تعبير عن التايم، لكن لو في اكشن زي اللي قدامك the last match the action فاختار since the last match. 56 it's very hot in the house I space on the air conditioner. ده quick decision، الدنيا حارة ومفتح التكييف على طول، والquick decision على طول بتبقى مع will turn. 57 دخل على الفيوتشر طبعا قدامك اهو، where are these people going؟ رد عليه وقال له to the park they space some new trees. اكيد هم ما قالوش قرار سريع بدليل انهم رايحين، يعني هم ما زال في طريقهم، يبقى are going to plant. عرفت منين ان ده مش quick decision؟ ان الناس اهم رايحين في طريقهم بدأوا ياخدوا steps. 58 يا مستر listen there is someone at the door with quick decision يبقى I will open. I will open. 59 a lot of people are waiting for the museum to open it's a space busy there today. الدنيا شكلها هتبقى زحمة بيتنبأ وادي الإيفيدنس قدامه. Prediction based on evidence if it's going to be busy. هتلاحظ ان الأسئلة دي بعضها مش جديد حليك لأنه حليته قبل كده معايا في الجرامر وفي أسئلة الريفيجن الموجودة عندك. 60 don't be late the bus space at exactly 10 o'clock. بيتكلم هنا على التايم تيبل والتايم تيبل على طول معاها leaves. 61 we cannot use classroom 5 tomorrow because they space the wall. مخططين لشيء، مخططين لشيء، قلت لك يوم ما هتعتذر انك تعمل حاجه بسبب شيء اخر، الشيء الاخر ده العذر بتاعك هيبقى present continuous لانك مخطط له، علشان كده قلناها are painting. Question 62 I space London next weekend I've already booked the tickets. Booked the tickets ومعايا كل ال steps واخدت كل الخطوات، يبقى مين؟ يبقى present continuous تبقى I am visiting. 63 we spaced dinner at a nice restaurant on Saturday but we haven't booked a table yet. لسه ما حجزناش لغايه دلوقتي، يعني عندنا النيه وربنا يسهل وبعت لنا فلوس ونشوف هنحجز ولا لا، علشان كده نختارها مين؟ هنختارها are going to have. 64 this time next year I will space in Cairo. في نفس الوقت ده هكون شغال، future continuous I will be living. 65 مريم space forgave him until he apologized. هنا بيفكرك بالtemporal تاني وياريت تروح تذاكرها برضو من شيتك. until بعدها present simple او present perfect يبقى قبلها future بالnegative، يبقى مريم won't forgive him، مريم مش هتسامحه غير لما يعتذر. 66 before the end of this century they will space life on other planets. بنهاية القرن ده يبقى they will، في عندك before they will بالنهاية، في by أو before will have plus the PP will have found future perfect مديك الديدلاين بتاعك اللي هو before the end of this century، حاجة هتكون خلصت بنهاية وقت معين. 67 when we arrive in Matruh we will need to rest because we space about 50 or 500 miles. هتكون خلاص مشينا يبقى will have driven. هتقولي طب ليه هيكون خلص؟ ممكن تبقى will be driving. ما will be driving يعني هيكونوا شغالين، فعمره ما هيديك ال 50 مايل او ال 500 مايل، لان هيكونوا في ازدياد لو كانوا لسه شغالين يا مستر. 68 please come at 8 by the time space I space my homework and we can go out. لما هتجيلي في الوقت ده هكون خلصت فنقدر نروح مع بعض. هكون خلصت يعني future perfect will have plus the PP will have finished.
69. I'm cleaning the kitchen. By the time you arrive, its space is spotless. لما هتيجي هتلاقيه بيلمع ما فيهوش اي بقعة. يعني it will be spotless. It will be spotless. هتقولي طب ليه مش continuous؟ It will be being ولا it will have been. حضرتك انت بتوصفه الادجكتيف بتاعه كلمة spotless ف will be something. لكن الجزء اللي جاي لما تيجي بقى تفسره لما غير verb to be مع الكويشن اللي تحتيه لو عايز توصلهم ببعض. Question number 70. I'm cleaning the kitchen. By the time you arrive, I space it. هكون خلصت الاكشن اللي بعمله. I will have cleaned. I will have cleaned. هكون حليته كله. Will have cleaned it. I will have cleaned it. هنا في action والاكشن هيخلص يبقى will have cleaned. لكن فوق انت بتوصفه هو it will be على طول. 71. Don't phone between 7 and 8. We space dinner then. هنكون شغالين ساعتها. هنكون شغالين بناكل. يعني will be having. وhave هنا مش stative عشان ما تقوليش have stative. Have stative معناها يملك equal own. لكن have هنا معناها eating. 72. Phone me after 8 o'clock. We space dinner by then. ممكن تكلمني الساعة 8 هكون خلصنا. هكون أكلنا خلاص. يبقى will have plus the PP. Will have had. Question 73. I cannot travel at 9 a.m. tomorrow as I space a meeting. هعتذر عن شيء يعني هرد بالcontinuous سواء present continuous أو future continuous. علشان كده I will be having a meeting ومديك specific time اللي هو 9 a.m. tomorrow. 74. Once Dahlia space somewhere to live, she will. برضو temporals. Once بعدها present perfect أو present simple والناحية التانية will plus infinitive. ما لقيتش كلمة find أو لقيتها بس داليا مفروض تبقى finds. ما لقيتهاش هروح أجيب has found. ده الجزء بتاع temporals وأرجوك راجعوا. Second page. خلصت انت الأسئلة اللي على التنسس. هنروح الأسئلة على الباسف. الباسف بكل شيء كان نفكرك منه الأكثر من مرة. يعني verb to be plus ال PB. وانت بتختار تأكد ان الاثنين دول موجودين في اختيارك يا مستر. يلا تفضل. question number 1. طبعا قاعدة كل كتاب لازم يطبل لنفسه. بس بصراحة انا متقبلها من الكتاب ده بالذات. عجبني تجميع الأسئلة بيكمل المزايا اللي موجودة فيها كلها ديت. A1 booklet has been space recently. Recently the present perfect. دور على الverb to be plus the BB. Verb to be موجود عندك. يبقى has been A published. تمام. هتقولي ليه مش come out؟ ما come out يظهر ويظهر دوت مش محتاجة تحط في الباسف. Something came out. Then question number 2. Unfortunately our petrol is space out. Our petrol هو اللي هينفذ. وينفذ يعني has run out. يبقى we ran out of petrol. 30. Unfortunately our petrol is space fully used. هنا بقى باسف. تم استخدامه. Has or have petrol ده طبعا ده uncountable عشان كده فوق حطنا له has. وهنا برضو هنستخدم معاه has. يبقى has been used. Fully used. تم استخدامه بشكل كامل. Question number 4. I fastened my seat belt. Then the plane space off. الطائرة هي اللي بتقلع. يعني الجملة هنا active فما يضحكش عليك وتروح تختارها passive وهي الجملة أصلا active علشان كده تبقى choke off. 5. Drive carefully here because the road. الرود هيصلح ولا هيتصلح؟ هيتصلح يعني passive. Verb to be plus the PP. دلوقتي مازال. يبقى present continuous في الباسف is being prepared. ممكن توقف وتعمل pause وترجع تاني لو عايز. Number 6. I still remember Space a Prize by Napil when I came first in English. By Mr. Napil when I came first. أنا لسه فاكر برضو إن أنا حد إداني جايزة أو مستر نابيل إداني جايزة. الأكشن حصل يعني ING. يبقى I remember being given. Verb to be plus the PB وده العامل المشترك في كل اللي اخترناه في أي sentence passive. Question number 7. Our rubbish space everywhere. الرابش هتكولكت نفسها ولا هيتم تجميعها؟ وفي نفس الوقت الرابش uncountable فهتاخد is عشان كده اخترناها is collected. 8. When the police arrived at the bank they realized that the money. الماني حصل له ايه وده all the action. يبقى had been taken. تم اخذه. Number 9. This article is for those who have had the honor of space teacher. The honor of. وof محتاج ing. Of being called teacher. She always likes space too politely.
ده من ضمن الكويشنز اللي اخدناها لو تفتكروا، من ضمن الاكزامبلز اللي كانت جايه في الادفانسد. تيجي بص عليها كده، هي هتتكلم ولا هيتم التحدث اليها؟ هيتحدث اليها، علشان كده to speak ولا to be spoken؟ ايوه يا مستر، to be spoken verb to be اهو، وادي البي بي politely. طب ليه مش to speak؟ هتقول لك to speak to others politely يا مستر. 11 all the efforts space by our teacher should be appreciated. All the efforts المصنوعة واللي بيعملها تبقى made. هتقولي لي made، هقول لك لو فكرت كده ودقت طعم السنتنس هتفتكر أصلها which are made. وقلت لك ممكن أحذف ال WH مع verb to be لو جايين مع بعض في relative pronoun، عشان كده اخترناها made على طول. 12 the police، ومن غير ما أبدأ حل أفكرك إن the police plural على طول فتاخد R. The police space of the crime soon after it was committed. اتبلغ تم تبليغه، وفي عندك after، فلو عايز تجيب had كان محلها بعد after مش قبل after يا مستر، فما تجيبهاش had كنوع من التعويض، ما تعوضش سيادتك يعني، ما تتبرعش للquestion بذكائك، خليك انت اتبعوا الquestions العادي، after بيجي وراها had بأصل بي بي. فالناحية التانية تبقى بصم بالعادي. البوليس بلولر فما ياخدش was، ياخد were، يبقى the police were informed، تم ابلاغه. question number 13 Egypt space to have one third of the world's touristic place. معروف عنها، يبقى Egypt is known. ده هو طبعا بس في لو حد فاكر اللي هو البيرسونال والامبيرسونال. 15 I was advised space a doctor or space by a doctor، يعني passive verb to be plus ال BP. أو أنا في واحدة نطيناها question number 15 الأول. He is believed to space in an accident last week. He is believed to. الكلام هنا في ال present ولا في ال past؟ الكلام في ال past بدليل وجود كلمة last week. قلنا لو بتتكلم في ال present to plus infinitive، لو بتتكلم في ال past have plus ال PP. مين هنا have plus ال PP؟ هتقول في have hurt و have been hurt. Space in an accident. هو عور ولا تعور؟ هو تعور يا مستر. يعني passive to have been hurt. That's number A. 15 I was advised space by a doctor but it was not possible. تم نصحي او نصحت بان ايه by a doctor، ان انا اتشاف عن طريق دكتور، يعني ده passive بدليل وجود كلمه by بواسطه، عشان كده اخترناها to be seen. I didn't expect ما توقع. كمل كده واعمل بوز وفكر، what said ولا which said ولا which was said؟ اكيد what was said عشان ده الباسف، ما قيل، لم اتوقع ما قيل، ده باسف verb to be plus ال BB، وهي الوحيده اللي فيها was وال BB اللي هو verb to be وال past participle. 17 not much space about this complicated subject. not much باسف، دور على verb to be plus ال BB كده، الاولى والاخيره مش معاك، الحل كله are being known ولا is known. not much ده singular علشان كده اخترناها is known، لا يعرف الكثير عن هذا الموضوع المعقد. 18 the picture is known space by Picasso. Picasso الله يرحمه مات من تقريبا قرن ولا حاجة، مات من بدري. This picture فتعملت الكلام في البوست، يبقى to have been painted لأن دوت باسيف وكلام في البوست. هتقولي طب ليه مش دي to have painted؟ أكيد البيكتشر ما رسمتش نفسها، اترسمت، يعني verb to be plus ال BB. 19 the glass window space because the boy hit it with his pole. قبل ما تحل اي حاجه حدد السنتنس دي present ولا past. طبعا انت هتقول لي hit the present، ولو ضغطت عليك ممكن تقول لي ايه، انت الفيرب اسمه hit، هعرف منين ان present ولا في past؟ هو اكيد اللي قدامك past، لان لو present كان هيقول لك hits، كان يخليها singular hits يا مستر، the boy hits. باني بتكلم في present هنا، شوف اختار مين. بما اني بتكلم في البوست هنا يا مستر، اكيد البوست بعدم وجود اس يبقى اتكلم في البوست. البوست هنا تختار مين؟ The glass window was broken because the boy hit في البوست، لانها لو present كان هيقول لك hits. 20 يا مستر space that he bought a villa last year يقال عنه، دور على الفيرب تو بي بلس البي بي. علي is believed that، اكيد طول ما في ذات ما بداش بالبيرسون، ببدا بكلمه ات وهي الوحيده اللي فيها الفيرب تو بي بلس البي بي. اتس بيليفد. ذا سكند يا مستر
question number 21 مو صلاح is looking forward to من غير ما تكمل look forward to من ضمن الاكسبريشنز اللي بيجي وراها ing space as the best player look forward to هو اللي هيختار ولا هو اللي هيختير هيتم اختياره يعني the passive يعني being chosen ما تنساش ان look forward to موجوده في الverb patterns من ضمن التبل الخطير اللي انت كاتب عليه exam بيجي وراها verb plus ing 22 يا استاذ I didn't understand the homework so I spaced my friend help me دخلك على positive هنا فاكر positive have or get somebody have or get something done or have somebody do or get somebody to do هنا في بني ادم وبعدها infinitive تبقى مين تبقى have كلام في البوست عشان كده اخترناها had yesterday we spaced our roof repaired after the storm a roof something repaired they'll be have or get something done have or get something done والكلام هنا في البوست تبقى had to have كان علينا أن 24 have your secretary have somebody do do يعني infinitive مين تحت infinitive فخدناها كلمة send بيدي له order يعني خلي السكرتري بتاعتك تنظم اللتر أكيد أو تبعت اللتر 25 wait there and they went space someone to help somebody to plus infinitive هنجيب هنا مين أيوة get somebody to do get somebody to do ده من ضمن الكوزيتيف فضل the second هنروح على reported speech خلصت انت التنسس وخلصت الباسف هتروح على reported speech درس جالك في unit number 12 كنا بنستخدم هنا البوست ما تنساش ان انا بتكلم في البوست الا لو كان في شروط تمنعني من كده زي كلمة say و says و tell و tells و wonders ولو كلمة just said و a moment ago لو ما حولش حاجة للبوست زي tomorrow و tonight ما تحولتش يبقى ما حولش يا مستر طيب تفضل تعالى فكر معايا تفضل يلا number 1 Dina informed us that her paper space then في عندك then والناس اللي حضرت معايا كتير تشوفني ده افتكر كنت بفكرها ازاي then ديت كان اصلها ايه كان اصلها now و now كان اصلها present continuous من الpost منها past continuous عشان كده اخترناها was crying طبعا انت بتبتسم لو فهمت انا بتكلمك في ايه عشان طول السنة كنت بتكلم في نفس الحوار ده number 2 the teacher told us that the earth الراجل قال لنا او تيتشر قال لنا ان الارث مالها كانت وما زالت بتكلم في الفاكت عشان كده مش هحول البوست واقولها جوز 3 she asked him what space since he left school من ساعه ما مشيت اتكلم في البوست what he had been doing اصلها كان he has خليناها he had في البوست 4 Imad told me that he spaced basketball the day before Imad told me that he spaced the day before the day before كان اصلها اصلا في البوست سمبل البوست سمبل نحوله بوست بيرفكت تبقى had played يا مستر لأن كان أصلها yesterday في البوست 5 my brother asked me if we space to the park if we should go لأني بتكلم هنا في البوست the second Noah asked me where spaced dinner the night before فاكر لما قعدت أقول لحضرتك بعد ال WH بجيب البيرسون الأول بعد كده الفيرب دور على البيرسون الأول بعد كده الفيرب مع مين أيوة أول واحدة I had. Hala asked Soha space the following Monday. The following Monday كان أصلها next Monday. أصلها كان well لما جه حولها تبقى would. في نفس الوقت ما تنساش إن WH هكتبها فوق أهو. WH بجيب البني آدم الأول اللي هو noun يعني بعد كده الverb. عشان كده لما هختار هنا هختار مين. دور على what. بعد كده البني آدم وبعد كده would. تبقى what she would do هي نمبسي. The second question number 8 Mr. Isam ordered us space running around the park ordered محتاجة 2 plus infinitive order somebody to start running 9 Mr. Gamal told us that Russia اللي هي روسيا يعني space biggest country in the world ديت state أو ديت fact عشان كده اخترناها as question number 10 أسماء says وقف عندي كلمة says عشان تعرف انك مش هتحول لجوه بأن says for the present يبقى that she is ready now ودي دليل كمان انك ما تحولش وجود كلمة now could you tell me why ذا كنا سميناه double question double question نفس الفكرة اللي فوق انت ما بتحولش فيه اي نعم بس لازم بتجيب النون الاول بعد كده الverb النون الاول بعد كده الverb حتى لو مش هتحول يا مستر دور على تحت مين النون بعد كده الverb جالك في C وجالك في D انت هنا بتتكلم فين في yesterday عن الpost symbol العادي فاستخدمنا you went شبيه جدا في reported speech بس الاختلاف منه انك مش بتضطر تحول لان الكلام كله بيبقى في نفس التنس كأني حد بيعمل double question الquestion بتعمل مرة واحدة معنى كلمة question ان الverb بيجي في اول الكلام مرة واحدة عشان ما تقوليش can you tell me why
did you. لا هي why you went على طول يا مستر. 12 منار has just told يعني لسه الى حالا, فما تحولش التنس يا مستر, حافظ على التنس نفسه. كلام هنا في tonight يعني لسه هيحصل, يعني كلام في present او في future, عشان كده اخترنا are going. He said just now. Just now مش هتخليني احول. That he spaced now. وجود كلمة now برضو اثبتت لك ان انا مش مضطر احول يا مستر. فالاجابة في present continuous هي كلمة is reading. 14. Mr. Ali promised that he spaced me tomorrow. Tomorrow ما تحولتش, يا الله يكرمك ما تحولتش, ما تحولش التنس للبوست, خليه زي ما هو, يبقى well phone, لان tomorrow ما تحولتش. 15. Mr. Islam promised that he spaced me as soon as the plane landed. Promised that والكلام في البوست, اصلها هنا I well phone, فاحنا هنخليها what phone, what phone اللي هي what phone me. شوف اني اجابة عند حضرتك يبقى that he space phone me, what phone as soon as possible. مفروض انت تدور عليها what phone me. Mr. Islam promised that he space phone me. مفروض what phone ما لتحاش مستر. فالإجابة بالنسبة لك مين؟ مش هينفع that he found me as soon as the place, أصلها كان well. فأرجوك حطها عندك would phone me as soon as possible أو as soon as the plane landed. هضيف would معك ونختار كلمة phone هنا. فضل 16 بيقول لك she had recommended they suggest وراها gerund, عشان كده اختارنا مين؟ trying the ice. ما تنساش ان suggest لو بيجي وراها sentence, sentence البني ادم اللي فيها يجي وراها infinitive, suggested that he go او he should go, وكذلك مع recommend. 17 ده double question, جالك could في الاول يبقى جوه wh وبعد كده البني ادم الاول, wh والبني ادم الاول, والكلام هنا في present ولا في past. اقرا كده وشوف مع حضرتك. could you tell me with mean, مبدئيا with the proposition, who ما بيجيش قبله, who ما بيجيش قبلها proposition نهائي, who ممكن, وعايز البني ادم الاول, عشان كده اخترناها whom I should speak. جبته لك قبل كده الكويشن دوت في كويز لو تفتكر. كويشن نمبر 18 the teacher wanted to know which exam I, الكلام في البوست, which exam I, الكلام في البوست يا مستر, مين بيتكلم في البوست, I passed. لا يا مستر, هو كان بيسالني اصلا في البوست, فحقول البوست بيرفكت I had passed. هتقولي طب فين السكند اكشن ليها؟ السكند اكشن هي كلمه wanted. 19 I spaced the name of my friend's cousin. كنت عايز اعرف, يبقى I wondered the name, اكيد ما سالتش النيم نفسه ولا انكويرد ولا استفسرت, وتولد محتاجه محسن, يبقى I wanted to know the name, كنت عايز اعرف. ليلى asked Sarah space she had enjoyed the book, سالتها عما اذا كان كلمه weather اللي هي equal f, ما تنساش ان weather الطقس بتتكتب كده w e a t h e r عشان ما تلخبطش, weather ديت اللي احنا اخترناها نمبر d equal f. طيب 21 يا مستر, my father said, الكلام جوه quotation يعني الكلام مازال في البريزنت او التنس بتاعه فما تحولش للبوست, فاخترناها don't make any noise. عجباني جدا الاسئله, بقولها اكتر من مره عشان كده بصراحه مستمتع وانا بحل, وانت اكيد لاحظت الكلام ده. هروح عند الريلاتيف كلوز, درس جميل درسته انت في يونت 11, هو ويتش وير, روح راجع عليه لو ما رجعتش عليه عشان تشوف نظام البروبوزيشن. قلنا قبل ذات وقبل هو ما ينفعش احط بروبوزيشن يجي بعدهم, لكن هوم وهوز وويتش قبلهم او بعدهم, وين وواي وير ما ينفعش احط لا قبلهم ولا بعدهم بروبوزيشن, وذات بتوين تو كوماس حرام, وذات بتعبر عن هو وهوم ويتش بس ما عدا ويتش اللي بتعبر عن الايديز. تعال نشوف. ذا امبلوير هو صاحب العمل, واول وهله ليك بمجرد ما قريت الامبلوير بما انك متسرع هتروح تو امبلوير هتقول ده البني ادم اللي بيوظف, يعني هو السبجكت يعني هيستخدم هو. ارجوك اقرا الجمله لاخرها, يقول لك ذا امبلوير Ali works for is a big organization, دي شركه كامله. فمستحيل اقول هو, هقول ويتش لان بعبر هنا عن الشركه, والشركه ممكن نقول عليها employer لانها صاحبه المجال او صاحبه العمل. Question number 2 the man spaced the car was stolen called the police, العربيه اتسرقت منه, يعني from whom جبنا قبل from proposition عادي. Question number 3 زجزج in the city, طبعا انت وش عايز تقول the city where, هقول لحضرتك اهدى واقرا الكلام للاخر. My parents were born in, جاب لك البروبوزيشن في الاخر وانت عارف ان البروبوزيشن مع where و when و why حرام, فاستخدم مين؟ فاستخدم كلمة which,
which my grandparents were born in. طبعا لو شال ان في الاخر كنا نستخدم وير عادي، ولو كان في ذات هنا كنت هستخدمها عادي، لكن لو كان في ان قبل السبيس if the city in كنت هتقول in which بس. Number four, this is the book space the hero goes to the Arctic. اللي فيه البوك الكفي نفس الكوشن ده كنا حالينه في شيتك لو تفتكر، يبقى in which. The second question, question number five. Her work space had taken up much of her personal life. It is still appreciated. بتكلم عن الورك، عن العمل بتاعها، هيبقى which. هتقولي طب ما ذات بتعبر عن which، ممكن استخدمها مكانها. هقول لحضرتك ان ده non-defining relative clause موجود two commas، وقلنا ان ذات between two commas حرام يا مستر، ما ينفعش استخدمها. Question number six. The shop space I visited last week has some great souvenirs. Shop هنا ده حاجة غير عاقلة، which is which. وطبعا في two commas فما ينفعش استخدم ذات حتى لو كانت موجودة. Question number seven. The palace space is near my house is more than 200 years old. عايز تقول ان البالاس ده place، والplace بياخد وير، بس انا ما بتعاملش معاه لانه place اصلا، انا بتعامل معاه لانه شيء موجود، مبنى موجود، يبقى that is near my. Alia space good friends with my sister is really good at tennis. بتعرف تلعب tennis كويس، يبقى who is good friends with. أو ممكن تعتبرها برضو has friends، فينو أصدقاء مشتركين. Number nine. The company space exports are good. بما إن exports جي بعدها verb، يبقى مستحيل تكون exports verb. Export هنا noun معناها الصادرات. Export انت عارف تيجي معنى يصدر أو صادرات، ولو بسبحها import واردات أو يورد. Exports دي noun، الشركة اللي صادرتها اللي ملكيتها. Whose تبقى كلمة whose، وwhose انت عارف ان بعدها noun. The company whose exports are good will receive a prize. Question number 10. Space makes my teacher angry. That اللي بيخلي teacher بتاعي angry طبعا هي كلمة what. 11. Have you seen space she bought from the book fair? Book fair اللي هو معرض الكتاب. Have you seen الحاجة اللي هي اشتريتها؟ Have you seen what؟ مش محتاج أفكرك إن لو كان في كلمة all هنا كنت هتقول that. Have you seen all that she bought؟ وركزنا على النقطة ديت في الشرح لو تفتكر. Question number 12. Mrs. دعاء has got her PhD. Space. We all congratulated her. بص على الverb congratulate وشوف بياخد preposition A. Congratulate somebody on something. On أديك قلت on، عشان كده اخترناها on which، معناها يبارك على. 13. The novel space by Nabil Farouk was about a group of spies. A novel اللي اتكتبت أصلها which was written. Which was اكتبها قدامك اهو. The novel which was، وقلنا مع WH و verb to be ممكن نشيل الاثنين واختار written على طول. القصة المكتوبة. The man space over there is my uncle. الرجل اللي واقف أصلها who stands، وبما إن هو اللي بيعمل الأكشن، احتراما لصاحب الأكشن لما أشيل الـ WH منه بجيب الجيرند، يبقى the man standing. شرحنا الجزء دوت في الجزء الأدفانسد في deleting the relative clause. The man standing، الرجل الواقف. 15. Yesterday كلام في الباست. I played a game with my friends. Space made me very tired. وده خلاني بيعبر هنا على الايديا كلها اللي هو playing the game، طبعا هي كلمة which، وان which ممكن تعبر عن الايديا، ودي الحالة الوحيدة اللي مينفعش استخدم ذات فيها يا مستر. I could not decide space to wear. مش قادر احدد هلبس ايه. Decide what to wear. They will visit a swan space their son finishes his exams. لما يخلص، عندما اللي هي كلمة مين؟ ايوه يا مستر، كلمة when. 18. This is the man space flat we are all staying. اللي احنا قاعدين في الفلات بتاعته. In whose flat we are staying. 19. Did you like the hotel space اللي احنا قعدنا فيه؟ هل انت حابب الهوتيل اللي احنا قعدنا فيه يا مستر؟ اصلها which we stayed in. بما ان احنا اللي قعدنا وهو الاوبجكت ممكن اشيل which.
ممكن افكر بطريقه تانية. انت الهوتيل هو السورس والريبيتد بتاعته ات، فاي حاجه فيها ات مش معاك، يبقى دي مش معاك ودي مش معاك، فاضل لك اخر اثنين. وير وي ستيد، انت عارف ان وين وير عمرها ما تاخد ان، والحل هيبقى وي ستيد ان على طول. اصلها ويتش وي ستيد ان، بما ان الهوتيل هنا اوبجكت هو اللي اقيم فيه، فاستغنينا عن الدبليو اتش على طول. 20 I would like to buy a car space in Germany. حللنا الكويشن ده اكتر من مره. اصلها which was made، ما لقيتش انا which was made، لاني which was شلنا الاثنين مع بعض فقلنا made على طول. حبيبه apologized for doing something، اصلها which is wrong، فين بقى which is wrong؟ ما لقيتهاش. اقعد بقى اعيط في الامتحان ودبدب برجلك وقول يا لهوي السؤال غلط. لا يا مستر، which is شلنا wh مع verb to be واخترنا كلمه wrong. She has three brothers, two of. Of تيجي مع مين تحت؟ Of the preposition. فذات مستحيلة تيجي مع preposition. وهو مستحيلة تيجي قبلها preposition. في whose وفي whom. Whose ملكية وهم بتعبر عن الobject. يبقى two of whom are. ودي الحالة الوحيدة اللي ممكن تلاقي verb بعد whom. زي ما قلت لك انها بتعبر عن الobject، ما يجيش وراها verb إلا two of whom، اثنين منهم يعني. 23. I think the woman space the red blouse. أصلها who is in the red blouse. شلنا هو شلنا إز الاثنين مع بعض فاخترناها إن يا مستر. Who is in أو in the red blouse يا مستر. 24. Do you know with the preposition. والpreposition يجي مع مين تحت؟ هو طبعا ما تنفعش، وهو الأولانية ما تنفعش. عندك whom he goes أو whom does he go. الquestion بيتعمل مرة واحدة، يبقى عايز الverb الverb بعد النون فاخترنا الأخيرة with whom he goes. بعد كده هنروح على درس جميل جدا اسمه Countable Uncountable، درسناه أكتر من مرة. Politics، Politics when used، وكل المواد Math وStatistics كل الكلام ده بياخد is، عشان كده قلنا Politics as يا مستر. The Police، حلفنا أكتر من مرة أنها Plural فتاخد are، تبقى The Police are. 50 Pounds، كل القياسات والمقاسات والمبالغ على طول Singular، فتاخد مين؟ تاخد Singular Verb. Much to pay isn't much to pay. Can I borrow your scissors? Scissors plural. فيتعود عليها بمين؟ يبقى mine are sharp. أي حاجة مكونة من جزئين تبقى plural. 5. How space coffee do you have a day? Coffee uncountable. Uncountable ياخد مين تحت يا مستر؟ فاكر لما قدمنا الكلام دوت؟ Many. Few. Much. Little. الاثنين اللي فوق countable، والاثنين اللي تحت مع الـ uncountable، واللي فيها A معناها enough بالنسبة لـ few a little، وـ a lot of lots of مشتركة بين الاثنين. الكافي هنا في number 5 uncountable، والـ uncountable ياخد مين؟ ياخد much، يبقى how much يا مستر. number 6 space cups، cups هنا بتتجمع عادي، بما إنها countable فتقول how many cups of coffee. don't hurry there is space time، there is time uncountable في آخر كلمة much. Gulliver's Travels موجودة في شيتك بالنص. Gulliver's Travels رحلات Gulliver دي ستوري واحدة، بأنها names of story فتاخد is يا مستر، عشان ما تقوليش دي رحلات كتيرة بس دي نفس الستوري يا أستاذ. هروح على الأرتيكلز، الدرس الجميل الطلبة بتعشقه ما شاء الله عليه عشان كله حفظ. إمتى بستخدم ذا وإمتى لأ؟ Question number one. Adepti is a space university student. University uniform unicorn unique ويوروبيان كلهم قلنا هتاخد A عشان بنطق صوت الحرف ما بنطقش اسمه، بنطقها كأنها Y. يعني قارنها كده والنطق بتاعها بين كلمة umbrella، فumbrella انت بتقول A umbrella، لكن انا بتقول U university. الدبكي is A university student. طبعا university universal ويوروبيان ويونيكورن ويونيفورم ويوروبيان وكل الأسماء ديت على طول معاها A. Space apples are. الأبلز بلولر فمش محتاج أحط ذا عشان ما عرفتهاش. تبقى نو أرتيكل، نو أرتيكل يعني مش هحط حاجة. 11 يا مستر. He has space bread and jam. Bread the uncountable يا مستر، فلا ياخد لا ولا آن يا مستر. ومش محتاج أعرفه عشان أقول ذا بريد، لأني بتكلم البريد الخبز عامة. فدينا له نو أرتيكل. 12 I think space education. Education الأسماء المجردة. Freedom كل الكلمات ديت ما تاخدش ذا عشان كده أحط نو أرتيكل. بس خلي بالك لو ضفت معاهم of محتاجين ذا، يعني الحريه فريدم، حريه التعبير the freedom of speech or speaking، هتستخدم of يبقى في ذا معاهم. لوحدهم happiness تبقى happiness is، ما بقولش the happiness يا مستر. 13 my parents wanted me to have a space good education.
انت عارف ان الاديوكيشن لسه قايلين حالا انها انكاونتبل، فما خدتش حاجه، بس في بعض الكلمات، وده جزء ضيق شويه عليك، في بعض الكلمات لما بحط قبلها adjective، في بعض الانكاونتبل لما بحط قبلها adjective ممكن استخدم معاهم or an. عشان كده we have a good education، يعني نوع معين من الانواع الكتير، عشان كده عددناها. بما ان عددناها تبقى ترجمة عادي. 14 مستر، the longest river in the world is unique nouns، يبقى the Nile. 15 the government built space school in our city. قلنا school uncountable لو معاها مكان الدراسة، لكن لو مبنى تتجمع عادي وتبقى countable عادي، هنا بقصد بيها المبنى اللي بتبنيه الحكومة، عشان كده تبقى countable، وساعتها اضيف لها a عادي جدا، a school، مبنى واحد. 16 there is a space computer in my room, it belongs to my dad. There is a computer ولا an computer يا مستر؟ كمبيوتر هياخد ايه؟ There is a computer. ما لقيتهاش اول واحده، بس اشيل منها الان يا استاذ. 17 people in space shop speak many languages. People in، الناس في اوروبا، مش محتاجه اقول معاها ذا، عشان كده قلنا عليها انه article. لكن اللي جايه فرانس از a European ولا an European؟ قلناها لو تفتكر من شويه، يبقى a European، لان بنطقها كانها university universal unicorn uniform، كلهم كانهم واي. 19 كنا قايلين نفس المثال في الشرح بتاعنا، MP3 تاخد A، my father bought me an MP3 و an SMS، وكل الكلمات اللي بنطق فيها صوت الحرف. 20 there is a school for space blind in the city. لو تفتكر الـ adjective لما اضيف لهم ذا بيعبر عن الجروب كله، blind يعني كفيف، و ذا blind الناس الكفيفة كلهم، the blind in the city، وممكن اقول are، the blind are طبعا بما انهم بقوا ناس كتير. 21 I'm hungry, I want to have a space lunch now. اللانش ما بياخدش حاجة، يبقى انه article، لانه بياخدش لا ذا ولا ولا. لكن الجزء اللي جاي لما حددها قال لك lunch I had yesterday، اللانش اللي انا اكلته امبارح، وشرحنا نفس الجزء ده في شرح الجرامر هناك، يبقى ذا lunch I had yesterday. 23 I think A1 practice is a space useful book. Is A ولا an useful؟ Useful زي European زي unicorn، كلهم اخدوا A يا مستر، A useful book. فضل فلاي بعد كده على الكوانتيفايرز، الدرس الجميل بتاع all و have و each و every، ركز فيه شوية يلا بسرعة عشان هننجز. question number 1 sport singular noun و has singular verb، مين تحت ياخد singular noun و singular verb؟ I don't think I have a favor، ما بيتكلمش عن اثنين بس، بيتكلم عن كتير، عشان كده اخترنا every sport has. هتقول لي مش either، ما بيتكلمش عن اثنين بس، قال لك I don't think I have a favorite، بحبهم كلهم يعني. Space cats have. Cats plural و have plural. Plural noun, plural verb. تبقى all cats have tails. Mary has two brothers. هنا بيتكلم عن اثنين. But they are not good at basketball because space tall. بيتكلم على اثنين يا مستر، ولا واحد فيهم طويل. في نيجاتيف في الحوار، يبقى neither. Neither is tall. ولا واحد فيهم. وneither مع singular verb طبعا. Four مستر، we only need space help. Help ده الverb، بوصف الverb هنا بمين، وهنا uncountable في نفس الوقت، يبقى a little help. Five Fadi wants to study space English or history. في or، مين تحت محتاج or؟ يبقى either or. My mother gave space child at the party a small present. Child singular، مين تحت محتاج singular؟ يبقى each child. هتقولي طب ليه مش both child ولا either child؟ حضرتك الاثنين بيعبروا عن اثنين، هو الحفله ما فيهاش غير اثنين بس يعني، واول محتاجه children. Not space woman in our society has a job. Woman singular، خلي بالك woman singular، مع singular هختار مين عندك في number 7، يبقى not every woman. خلي بالك لو كانت women plural كنت هتقول all، not all women in our society، وكان يقول لك جوه، كان يقول لك جوه have، لكن المرة دي جاب لك singular noun singular verb، عشان كده اخترنا every. question number 8 she is enjoying her new job because space day of the week is day singular والverb singular، مين تحت وما أكتر من day؟ يبقى every day of the week is، لأن الweek فيه أكتر من يومين، عشان كده ما اخترناش either. granny says that my brothers and I can space take a cake. My brother and I. Brothers كتيرة، وأنا واحد منهم، عشان ما تقوليش ليه مش both. Both كده اعتبرناهم هما كتير قوي، مش مجرد اتنين. يبقى can each take a cake. Can each take a cake.
from the kitchen. تفضل. The second question number 10. There are two restaurants. بيتكلم عن اثنين هنا. Two restaurants by the park and they are and they are a space very good. هما الاثنين and they are both very good يا مستر. هما اثنين عند حضرتك. هتقولي طب ليه مش 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 either. either برضو بتعبر عن الاثنين. مش كان شيء يقول لك are. هتقولي برضو ليه مش each. each برضو بتعبر عن الاثنين. هقول لك محتاج singular verb. هتقولي طب هي جت بعد البني ادم وانت قلت لي لو بدات بالبني ادم. ايوه يا مستر بس لما تيجي بعد البني ادم فورا ما يفصلش بينها verb. كنت هتقول ساعتها they each are very good. حلو السؤال ده. question number 11. space of my parents are of the كتير are. محتاجين حاجه تاخد polar verb تحت. هيقول all. حضرتك انت عندك اثنين parents بس عشان كده اخترت مين both. ليه ما اخترتش either ولا neither؟ كان هيقول لك is يا مستر ما كانش هيقول لك are. 12 of my parents is جت لك اهي حالا لسه قايلين فيها قدامك دلوقتي. today it's a holiday. النهارده it isn't a holiday ما هواش holiday يعني الاثنين مش موجودين في البيت يعني الاثنين راحوا شغل. يبقى neither of the كتير is neither of the اثنين الاثنين منهم parents يا مستر. 13 he invited Ziad and Omer to the party but space of them can go they are revising English. هما بيذاكروا انجلش عشان كده ولا واحد فيهم وهم اتنين يبقى neither of them can go. The second question, question number 14. There isn't space chance of me going out with my friends tonight. I have a lot of work. There isn't. الكلام في النيجاتيف وchance هنا بالنسبة لك تعتبر uncountable. يبقى there isn't much chance. هتقولي طب ما في chances فرص بس هي المقصود فيها ما فيش أدنى فرصة يعني. 15. This book was written for space the students everywhere. Students plural. مين تحت محتاج plural وراه؟ يبقى أكيد all the students. 16. Two men wanted to marry her but she accepted the space of their authors. She accepted هم اتنين بس. She accepted مين؟ She accepted neither of their authors. هتقولي ليه مش none؟ قلنا الفرق بين neither و none إن neither بتعبر عن اتنين و none أكتر من اتنين. نفس الفرق بتاع each و every. each اتنين فأكثر و every أكتر من اتنين واتنين مش معاك يعني تلاتة فيما فوق. question number 17. in a football match space team has singular noun singular verb. مين تحت singular noun singular verb؟ هتقولي every و each. انت عندك كم فريق في كرة القدم؟ عندك فريقين بما انهم اتنين يبقى each team has. 18 question انا بحبه بصراحة. surprisingly يعني ممكن تكتشفه من اول كلمه ديت adverb لو رجعت للشرح عندك قعد تحلف اقول طول ما في adverb حضرتك بتفضل استخدام every مش each. country singular واللي ياخد singular تحت every each وجود الادverb هنا اهو اللي فيه الواي هيخليك تستخدم مين يا مستر؟ هيخليك تستخدم every. number 19 I don't like space of the trousers both are old fashioned of the trousers. أنا مش حابب وفي نيجاتيف فأنت مش مضطر تجيب نيجاتيف تاني فنايذر مش معاك ولا نان معاك. I don't like every of the trousers هو بيتكلم بيقول لك both هم اتنين بما انهم اتنين فهستخدم either. دايما بتحل في الكويشنز اللي زي كده بالاستبعاد أحيانا بتختار حاجة مش عشان هي صح بتختارها عشان الباقي غلط يا مستر وده نوع من أنواع الذكاء على فكرة في الحل. 20 there is space concern uncountable about development projects in Egypt. uncountable مين تحت بيجي مع ال uncountable هتبقى much مستر لاني lots محتاجة of ولوت محتاجة of برضو. my parents خلي بالك my parents هم اتنين فحط في اعتبارك الكلام ده وانت بتحل. have the plural قول مش هتنفع عشان parents هم اتنين بس و every مش هينفع برضو عشان هم اتنين بس مش حاجة اسمها have a parents يبقى الإجابة هي each. هتقولي مش each بتاخد singular verb هقولك أيوة بس لو جت في بداية الكلام قبل البني آدم مش بعده. each of my parents is لكن my parents each are عشان كده جايبين have هنا مستر ويريد ترجع للورق او ترجع للشيت او ترجع حتى للفيديو عشان تسمع الجزء دوت. 22 of the books I ordered have ولا حد arrived yet ولا واحدة فيهم هي مين يا مستر؟ have arrived yet يبقى none of واخدت جملة كده انت كنت حافظها معايا بتقول none of the كتير is اللي خلاها have لو رجعت للمعاصر هيقول لك اني
الاستخدام اللغة الرسمية بتقول none of the tier is، واللغة الغير رسمية مستر اللغة العامية بيستخدم معاها is و are عادي، بس هتلاقيه كاتب لك تحت ان احنا بنحل في الامتحان باللغة الرسمية، فهاف ديت مفروض تبقى has مش have. اي نعم مقبولة كأورال لكن كريتن مش هتنفع، فتفضل صلحها عندك وخليها has يا مستر مش have، يبقى none of the tier is. The last question, question number 23. I was too tired to make space extra effort. To make a every extra effort. Efforts plural. مين تحت محتاج plural؟ والجمله بتعبر هنا عن negative. To make any effort, مستر. وجود negative هنا متمثل في كلمة to. شفتها انت في الشرح قبل كده كتير. بعد كده هنروح على درس برضو ممتع انت بتحبه، درس اسمه to plus infinitive ing اللي هو verb patterns. خلي بالك مش موجود في ورقة مفاهيم غير في سطرين او كده، فخلي بالك واحفظه كويس. يلا question number 1. Maya admitted admitted محتاجة ing but admitted making. It was strange in England because it was strange in England because we were not used to people. People مش متعودين على الناس بتسوق، people هم اللي بيعملوا الاكشن، واللي بيعملوا الاكشن يعني جيرند، عشان كده قلنا driving. When the children stopped the space everyone clapped. وقفوا علشان يغنوا ولا بطلوا غنى الناس سقفت؟ بطلوا اللي هم بيعملوه يعني stopped singing. She stopped space and put down her pen. بطلت كتابة، بطلت اللي بيحصل يعني بطلت ال ing. My uncle doesn't enjoy. Enjoy وراها gerund عشان كده هنختار driving. I avoid برضو gerund. I avoid getting. I forgot تنفع الاثنين، بس شوف الاكشن حصل ولا لا. My friend last week I should have done this. كان المفروض اعمل كده، معنى كده الحوار ما حصلش يعني to plus infinitive، فاخترنا to phone. بعض الناس اللي تقول لي طب انا نسيت يعني الاكشن حصل، حضرتك الاكشن اللي بنشوفه حصل ولا ما حصلش هو الاكشن اللي انت بتختاره، الفيرب اللي انت بتختاره في الخيارات تحت، هل انت اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ حضرتك انا ما اتكلمتش عشان كده اخترت to phone. Question number 8. They expected thousands of people to space Sapporo for the snow festival. Expected somebody معها إيه؟ معناها to plus infinitive يبقى to visit. Question number 9. Before you go to London you should practice. Practice محتاجة gerund وراها عشان كده قلنا speaking. Our teacher of English allows. مفروض allows ing. Allows إيه؟ Allows asking. طب لو قالك allows us زي اللي بعدها بالظبط هي allows us to ask، يبقى allow something أو allow him to do something. 12. Everyone objects. من ضمن التابل الموجود عندك كان في تابل كده اسمه 2 plus ing، هتلاقي في كلمة object 2 معترض على، محتاجة gerund وراها على طول، ووجود كلمة 2 كمان شرط، يبقى everyone objects to cutting the trees. ومش محتاجة أفكرك إن everyone محتاجة singular verb. Everyone is doing their homework. 13. Imagine وراها gerund على طول، عشان كده imagine living with someone. 14. Regret اللي دايما بتربكك، قلت لك قبل كده لو ندم انه هيعمل حاجة لسه هيعملها to plus infinitive، لو ندم انه حاجة حصلت ing. هعرف من فين؟ هعرف من الجزء التاني مستر. I regret space my lessons. I got really bad marks. جبت درجة سيئة، معنى كده انك اهملت ولا ما اهملتش؟ بالفعل اهملت، يبقى neglecting. لكن اللي بعدها I regret that space that you have failed your test. لسه have failed الكلام في البريزنت، يعني لسه هقول لك انا اسف اني هقول لك انك ما نجحتش، انك فشلت، يعني لسه الحوار هيحصل to plus infinitive. لو ملخبطك الحوار قلنا كده جمله سهله، شوف الجزء الثاني. الكلام هنا لو في البوست يبقى ing، الكلام لو لسه في البريزنت يبقى to plus infinitive لان الحوار لسه ما حصلش. بس ما تاخدهاش كرول، افهم برضو المينينج، شوف حصل ولا لا. مش بنحب انا طريقه التحفيز ديت. 16. If you have a headache, try space this medicine. يجرب عشان يشوف النتيجة. يجرب عشان يشوف النتيجة يبقى gerund، يبقى taking this medicine. 17. When he told us the story, we just couldn't stop. Stop ما قدرناش نبطل ضحك. Stop laughing. Mr. Nabil made us space hard last week. Made us plus infinitive. Made us study hard. 19. I was made space the homework again. Made us stay. يبقى we were made to stay. يبقى I was made to plus infinitive to do the homework again. 20. You look exhausted. I think you should consider space to bed earlier. Consider معها مين يا مستر في number 20؟ consider وراها gerund عشان كده قلنا going. The second 21. I like to go to work on time. I usually space early to avoid the traffic. بصحى بدري واروح بدري يا مستر. الانسر هنا تبقى مين؟ set
off يبدأ الرحلة أو يبدأ يومه. طبعا في نفس الكوشن أو في نفس اليونت دوت اللي فيه to plus infinitive ing كان معهم الفريزل فيربس اللي انت حفظه من كتاب المعاصر يوستر. Number 22, I expected my friend to help me but he let me, بس هو أحبطني قبل إحباطه وزعلني منه. He let me down, يسبب إحباط أو يثبت حد. I ran space an old friend of mine while shopping. The expression أو phrasal verb يقابل حد بالصدفة يبقى run into. I ran into an old friend to meet by chance. Some boys cannot play chess. بيعرفوش لعبوا شطرنج. It's based difficult. شكله. It seems difficult. طبعا هم دخل هنا جزء زيادة اللي احنا شرحناه تعسيم ومين وأبير. وكمان suppose. Don't get angry with your little brother. He's supposed to hurt you. ما كانش يقصد. ما كانش يقصد. Mean the state of هنا. يبقى he didn't mean to. لم يعني أو لم يقصد أن. نروح على المودل فيربس. بيتكلم هنا على المودل فيربس بالذات deduction والobligation والnecessity. I space walk home yesterday as I lost my money. فقدت فلوسي فاضطريت أمشي. اضطريت ومشيت. يبقى I had to كن مضطر لي. Number two, Manar will wait for her dad. She has forgotten her key. She space have brought it. كان مفروض تجيبها. كان مفروض بس ما عملتهاش. يبقى should have brought. Three, its space have been cold there. There is snow in the ground in the photo. في snow in the ground يبقى أكيد الدنيا كانت تلج. أكيد متأكد يعني must. نفس الكوشن ده جلنا قبل كده في الحل لو فاكرين. Question number four, the meal was for free today. You space pay for it, paid for that. You should have saved your money. كان مفروض تحافظ على فلوسك. يعني معنى كده انك دفعت. الحوار حصل. الاكشن دن. يبقى needn't have. فاكر الفرق؟ قلنا didn't need أو didn't have to معناها الاكشن ما حصلش. لكن needn't have plus the be الاكشن حصل وفي الحالتين ما كانش لازم اصلا. 5. Her watch space have cost a lot of money. It's made of gold. مصنوعة من الذهب. يبقى أكيد كلفتها فلوس كتير. أكيد يعني must. Number 6. We didn't have a test today. So I space for it last night. ما عندناش. فما كنتش محتاج. ما كنتش محتاج الكلام في البوست. بس للأسف هنا عملت. Needn't have revised. هتقول عرفت منين انه عملت. أقول لك إني didn't need مش موجودة يعني. لأن لما موجودة كان ممكن أختارها. Number 7. When you go to Alexandria, you space visit the library. It's amazing. It's amazing. ده شيء ممتع. You, the strong advice. You must visit the library. في الحاح هنا. Number 8. It's space difficult to climb that hill. There are small children at the top. في أطفال صعدوا عليها. فأكيد الموضوع مش صعب. بدليل ان الاطفال صعدت يعني اكيد انه مش اكيد انه مستحيل يبقى can't be. Number 9. مش محتاج طبعا افكرك ان must هنا النيجاتيف بتاعها can't في deduction لكن must في الobligation النيجاتيف بتاعها mustn't. Number 9. The boys space to have made so much noise in the library. في number 9 the boys to have made مين تحت محتاج to can و should و must كل دول مش محتاجين to. يبقى الإجابة هي ought not to اللي هي equal shouldn't يا مستر. ما كانش مفروض يعملوا ده. Question number 10. The sign in the box says that people space walk on the grass. الناس مفروض يمشوا ولا ما يمشوش؟ أكيد ما يمشوش. هي mustn't. 11. I space remember to email my teacher today. It's his birthday. أنا لازم أفتكر. لازم أفتكر يعني I must remember يا مستر. 12. You space put your coat on the floor. Now it's dirty. للأسف هي بقت داتي دلوقتي. ما كانش مفروض تعمل كده. ما كانش مفروض يعني بلومك. واللوم مع البليمينج يعني should have. يبقى shouldn't have put. 13. You space wash the car. The man at the garage will wash it tomorrow. انت مش محتاج لان الراجل في الجراج هيغسلها بكرة. مش محتاج يعني don't need او don't have او needn't. مش محتاج افكرك يعني needn't مش معاها تو خالص يا مستر. 14. Ali is not in the train. His space caught a later train. We can wait for him. Ali مش موجود بس بإمكانه ممكن يلحق قطر تاني. We can wait ممكن نستناه. بإمكانه يعني. He might have caught. He might have caught ربما يكون حصل في قطر تاني. طيب. فضل على 15 يا مستر. There is a lot of traffic on the roads today. So we space late. في evidence قدامك اهو الدنيا زحمة فربما نوصل متأخر
يبقى we might be late. She came early yesterday. She spaced the bus as usual. She came early yesterday. وصلت بدري. She came early. وصلت بدري يا مستر. يبقى أكيد أكيد لحقت ولا أكيد ما لحقتش؟ هي أكيد لحقت. معنى كده مستحيل تكون فقدت الباص. يبقى she can't have missed. مستحيل تكون فقدته. بدليل إنها جت في ميعادها. 17. You space B17 to drive a car in England. لازم تبقى. بيتكلم في القانون. والقانون يعني have to. You have to. طبعا استخدم have to كمان عشان دوت rented law متطبق على حد. هي كلمة you. 18. Is it a or an space to take this medicine? محتاجين noun. مين تحت noun؟ Is it a must? هتقولي طب ليه مش necessary ولا مفروض تبقى necessity؟ وليه مش الأولى؟ هقولك إن الأولى advice ديت uncountable عمرها ما تيجي مع a و an يا مستر، فحرام تجيبها معاهم. طيب 19. It's a smoking free area. وsmoking free يعني منطقة، أوعى تفتكر إنها منطقة مسموح بيها للتدخين، ده العكس، منطقة خالية من التدخين، يعني ما ينفعش تدخن هناك. عشان كده الانسر بتاعت 19 it's a smoking free area so you mustn't smoke here. لا يسمح لك بالتدخين هنا. 20 يا مستر. زياد سبيس وين ذا فيرست برايز هو نوز. هو نوز معناها انا مش متاكد. عدم التاكد مع مايت. طبعا انت بتلاحظ انه بيتجنبك يحط لك مي ومايت مع بعض لان الاثنين هيبقوا ينفعوا. 21 يا مستر. دكتور زويل must have been very intelligent. الكلام في البوست. Yes he must have been في verb to be هنا، فلما تعوض عليه في الاخر لازم تعوض verb to be وبتكلم في الباست فاقول was. 22. Students space to talk to each other during the exam. في وقت الامتحان مش مسموح لهم، يبقى aren't allowed. هتقولي طب ليه مش can't ولا mustn't؟ عشان في تو يا مستر والاثنين موجوش مع تو اصلا. 23. What you space was to have called the police not got involved in yourself. اللي كان عليك انك تفعله او تعمله كان مفروض عليك تعمله، يبقى you a you should have done. كان مفروض تعمله was to call the police، انك تنده البوليس. هتقولي ليه مش الاخيره؟ الاخيره هتنفع لو ما كانش فيه not. كان يقول لك ought to have done مش ought not. The second. هروح على درس الادجكتيف والادفرب. لو تفتكر ing هو reason والed هي result، والادجكتيف بيوصف noun لكن الادفرب ممكن يوصف verb و adjective و adverb و sentence كاملة. You are a space Anas. You are always successful. انت دايما بتيجي ناجح فأكيد انت مذهل. انت a reason. You are amazing. The second. Number two. Space cars are cheap. Are cheap nowadays. رخيصة دلوقتي. سيارات المستعملة. المستعملة اللي تم استعمالها. يبقى used car. ده باسف طبعا. اللي هي cars which are used. Number three, some banks assist the poor. The poor assist. عايز اوصف الverb assist بيساعدوهم ماديا او ماليا. بتوصف الverb بadverb عشان كده قلنا financially. The weather space improve. The weather space improved. Improved بيتحسن. بوصف الverb gradually. بتوصف الverb بadverb. My son had a space education that helped him join the best university. بوصف كلمة education noun وبوصف النoun بadjective good education. وفي آ قلناها من شوية ممكن الـ uncountable ياخدوا آ و آن لو ضفنا لهم adjective في بعض الحالات مش كله. If you are a space educated you have had a good education. Educated هنا mean. Educated هنا ده be من الـ verb عشان كده اخترناها well educated على أساس إنها adjective بتوصف الادجكتيف بادفرب. If you are well educated. ولو تفتكر كده كنا حافظين جملة how good are you و how well do you. 7 مستر. He won a prize for a collection of short stories about space and disabled. عن مين يا مستر؟ عن الفقراء. اسمها the poor and disabled. الفقراء والمعاقين. the plus الادجكتيف بتديك الجروب كله. Could you open the window please? It's getting space in this room. الدنيا بقت أكثر حر. بقت أحر. It's getting hotter. المقصود بيها hotter than before. عشان كده ما رضناش نختار الأخيرة. عشان hotter than something. مش هتقول than. ما تقولش something. Number 9. All his stories weren't all space accurate.
accurate ذوات adjective بتوصف ال adjective ب adverb، عشان كده اخترنا كلمة historically لم تكن دقيقة تاريخيا. Number 10 the more people want to do something the space كلما the comparative عشان كده لما نحل هنا نحل مين ال comparative هنا بال ER تبقى the cheaper كلما الناس تعوز حاجة كلما تبقى أرخص. 11 French as a space easier than Chinese فاكر لما كنا بندعم ال comparative بمين ب much و a lot و a bit و far و slightly عشان كده اخترنا much easier comparative ما ينفعش more عشان احنا قلنا مور ما بيجيش مع الاي ار يا مستر لا مور لا اي ار easier than او more expensive ما تضمش الاثنين مع بعض ومشروح الكلام ده في الفيديو بتاعك لو حابب ترجع له هناك 1230 pounds is ما تنساش ان الكميات بتاخد is a lot of money for a 5 space old boy عايز adjective بيوصف البوي في adjective بيوصف البوي يعني هتبعد عن الاس يا مستر year وتوقع حاجه زي كده ممكن تيجي لك في الامتحان البوي موجود ورا يبقى قبلها adjective والadjective ما فيهوش s لو عايز تخليها years هترمي البوي قدام the boy was 5 years old فالانسر هنا هتبقى year without s عشان في noun في الاخر طبعا حاطين الهايفن عشان ده compound adjective ورا noun 13 whose space is to make sure children arrive safely at school دي مسؤولية مين whose محتاجة noun والnoun تحت اسمه responsibility ما هي المسؤولية 14 Egyptians are space for protecting مسؤولين عن are responsible for اللي هي equal in charge of مسؤول عن 15 I always find the train journey بلاقيها متعبة عشان كده متعب هو السبب والسبب يعني ing نروح على الدرس الجميل بتاع so such و enough to اخدناه في الاكسترا وحلينا عليه لو تفتكروا كنا بنقول ان so such دايما بيجوا مع كلمة than يعني هتحتاج than معاهم الفرق ان so محتاجة adjective بس لكن such محتاجة adjective plus noun ما تنساش تحط a or an لو الناون دوت كان singular count لكن to enough محتاجين كلمة to لو الحاجة هتحصل هتبقى enough لو مش هتحصل هتبقى to تعال نحل she is a space creative person that لخصت الحوار لا so لا such شوف creative person ادي adjective ومحتاجة noun والnoun دوت countable عشان كده هنقول such a One is never space to learn. Two plus infinitive. الإنسان عمره ما بيكبر على التعليم. يبقى is never too old to learn. 17. The phone is space for her to buy. Two plus infinitive. She doesn't have enough money. مش هتشتري. الأكشن مش هيحصل. يبقى too expensive for her. ما تنساش ان اسمها for her مش to her يا مستر. 18. أحمد thinks that it's space hot to play tennis in the park today. Hot to play two plus infinitive الدنيا حر جدا لدرجة انه مش هينزل يلعب عشان كده it's too hot Hala speaks English so space that عايز اوصف للspeaking قلنا ممكن يجي وراها adjective هو زي ما احنا كاتبين او adverb both of them can be right يبقى so fluently لان مش بوصف Hala انا بوصف للspeaking بتاعها يا مستر so quickly فكرتك بالadvanced لما قلنا دوت عمل advanced So intelligent was the boy بتعمل inversion وبتجيب الverb الأول يبقى so quickly did he run Question number 21 My sister is space to go to school She is only two عندها سنتين بس فهي أقل من إنها تروح two نفس الوقت مش هيحصل الأكشن يبقى إيه يا مستر فضل فكر فيها كده مفروض تبقى too young ما لقيتهاش أقعد بقى عيط أقول إنها ما هياش كبيرة كفاية يبقى isn't old enough to go to school Question number 22 The party was interesting It's a space pity It's such a pity لو تفتكر كنا جايبين وراها a plus noun Don't be such a fool خدناها قبل كده 23 The bus went space slowly that في that وراها adjective مفيش noun يبقى the bus went so slowly 24 It was a space nice weather Nice weather that يعني so أو such ودي ال adjective ودي ال noun مين تحت بياخد adjective plus noun تبقى such Such nice weather. لما جبناش A لأني the weather uncountable مش محتاج A يا مستر. فضل the second sentence with wish. لو تفتكر هنا لو بتكلم في present بجيب past simple. لو بتكلم في past بجيب past perfect. قلنا نفسي حاجة تحصل دلوقتي I wish I had a car. نفسي حاجة تحصل زمان I wish I had a car. طب نفسي حاجة في future could أو would. Self wish I wish I could. ووش لغيرك I wish أحمد. Would تعال نحل
I have an old car. عندي عربية دلوقتي قديمة يعني. I wish I space modern. بتكلم في البريزنت يبقى أجيب البوست سمبل يبقى هاد. لاحظ هنا أنا دايما بستخدم البوست سواء would or could سواء البوست سمبل أو البوست بيرفكت. Oh I didn't bring my mobile. يا ريتني كنت جبته. بيندم على حاجة في البوست بتكلم في البوست يعني أجيب البوست بيرفكت اللي هي had brought. I wish I space where my friends are. نفسي أعرف دلوقتي. كلام في البريزنت يبقى ارفع درجه للبوست واجيب البوست سمبل هي كلمه نيو. 4 I feel ill. I wish I spaced so many sweets. يا ريتني ما كنت اكلت. بيندم على حاجه في البوست وبوست يعني هجيب قبل منه البوست بيرفكت. I wish I hadn't eaten. The second number 5 I wish you spaced smoking. I'm sure you will have better health. بيتكلم في الفيوتشر هنا بيتمنى لنفسه ولا بيتمنى لغيره؟ بيتمنى لغيره. I بتمنى ليو عشان كده استخدمنا would stop. Number 6 I wish I were an engineer. Really نفسي ابقى engineer. معنى كده ان انا مش engineer دلوقتي. يبقى الكلام هنا I am not. ده التعليق على الجملة الكاملة. خلي بالك لو قال لك I wish I had been an engineer كنت اخترت انت I weren't an engineer. Wasn't كمان لو كانت موجودة. 7 يا مستر I left my bag on the bus. I wish that I more careful. يا ريتني كنت careful أكتر من كده. بيندم على حاجة حصلت في البوست وقلت كلمة بوست يعني ارفعها درجة يبقى had been. Sarah wishes she space see her cousin often but they live in Australia. نفسها تشوفهم يعني بتتكلم في present يعني بس simple وحتى لو بتتكلم في future محتاجة could يبقى Sarah wishes she could. قلنا الموضوع بيتمنى لنفسه اهو عشان كده استخدمناها كود سواء اعتبرتها فيوتشر او اعتبرتها بريزنت فاخترت البوست سمبل. نروح على حالات اف. خدنا اف كونديشن بكل حالاتها بالاوميشن بتاعها بالالترناتيف بتاعتها. I would have enrolled the third case مستر فدور على حاجه تيجي مع الثيرد كيس هناك تحت كلهم موجودين ويجي وراها ناون. It's a high cost دوت ناون. مين تحت محتاج ناون؟ تبقى بات فور اتس هاي كوست لولا السعر العالي. Number 2 if you mix yellow and blue you space green. ده zero case لو دمجت ده بده يطلع لك ده يبقى you get green. Number 3 space he a proper plan he wouldn't waste. بص على الجزء السليم wouldn't waste the second case يعني محتاجين if possible ما لقيتش verb اصلا. مين بيجي في second case هنا؟ where ممكن اقول بس where بعدها something where here to do او where he a king. محتاجين بقى مين؟ ايوه هاد يا مستر لان اصل الكلام if he had a proper plan لو كان عنده if he had money had he money. Number 4 يا ريت ترجع للجزء بتاع if وتراجعه من هناك يا مستر عشان ما هي موجوده عندك فرقة المفاهيم واحنا شرحناها كمان في جزء الاكسترا في الفيديو عندك. Number 4 if احمد had read the book had read the third case يبقى الناحيه الثانيه محتاجين الجزء الثاني من third case would have plus the pb يبقى would have known what happened. أجمل ممكن في إف أحيانا في بعض الأحوال ممكن أصلا تحل من غير ما تفهم معنى الكلام بس تكون فاهم الأجزاء طبعا بتاعت إف كلها. طبعا الكلام ده مش هيحصل في الامتحان يعني غالبا هيجيب لك جمل ممكن يلعب لك فيها في بالمعنى بتاعها فلازم تفهمها من أولها لآخرها. Question number 5 you cannot go into the museum without محتاجة noun وراها اللي هي buying noun طبعا أو gerund اللي هو ing. Number 6 if we plant trees then we space cleaner air لو بنزرع هنلاقي الكلام ده في first case تبقى we will have clearer air. على فكرة ممكن اختار have على اساس انها zero case عادي بس بعض الكتب تقول لك وجود كلمة then هو اللي فرق معاها زي ما بعض الكتب بتقول لك مثلا في zero case if you heat water it boils ده zero عادي لكن if you heat this water it will boil. الكلام ده مش مقتنع بيه بس الادب للاسف موجود في بعض الكتب يعني. Number 7 Don't go to the restaurant space you like Chinese food. ما تروحش لو انت مش حابب. لو انت مش يعني قلنا negative اللي هي كلمة unless. Only open this door space an emergency. افتح الباب ده في حالة. ديت noun. مين تحت محتاج noun وراها يا مستر؟ ايوه. In case of an emergency. في حالة الامرجنسي. Number 9 you can go to the park space you are home at 8 o'clock. ممكن تروح بس بشرط انك ترجع بشرط ان المفروض تبقى supposed او supposed بس واز لونج محتاجة as وان كيس معناها في حالة او المقصود بيها بشرط ان وبشرط ان يعني provided that. Number 10 space he understand قبل ما تكمل كده المفروض تبقى he understood في البوست او he understands في البريزنت معنى كده انه جيبها infinitive
محتاجين حاجة تحت تيجي وراها infinitive مستر. If he read the summary. يا ترى if he read ولا if he read؟ دي present ولا past؟ جالنا أكتر من مرة الجزء دوت مع الverbs اللي تفضل زي ما هي cut 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 read read read. يا مستر هنا لو كانت present كان هيقول لك if he reads، عشان كده الحل هنا في الpost، يعني if وراها past simple، لأن لو present كان يقول لك if he reads، بينها past simple يا دوت second case. second case محتاج مين من تحت؟ تبقى would. would he understand؟ the second 11 he had enough cash he wouldn't be able he wouldn't be able to pay. ما كانش هيقدر، ما كانش هيقدر لو معاه فلوس ولا لو ما كانش معاه. لو ما كانش الجمله نيجاتيف عشان كده اخترناها less. 12 space passing the driving test is a must. اوعى تفتكر ان passing ديت ing فتروح تختار لي without او part 4 او in case of. passing the driving test is the subject is the verb و must the object. يبقى الجمله sentence كامله، سنتنس كاملة من غير ما افكر محتاجة مين تحت؟ محتاجة اف. فما تتخدعش بالاي ان جي اللي قدامك يا مستر. خدنا نفس الكلام ده لو تفتكر في although in spite of في الجزء الاكسترا اللي موجود عندك. 13 يا مستر he wouldn't agree to do extra work without without محتاجة اي ان جي without a without being paid لان هو مش اللي هيدفع هو اللي هيستلم الفلوس. يعني دوت داسف verb to be plus ال be. ممكن تقول without being for him مثلا. add some sugar to the budding of if a مفروض if it is necessary. ممكن نشيل it is ونقول necessary على طول. اخدنا ان ممكن يجي وراها adjective او be be زي I will help you I will help you if needed في حالة المساعدة. هروح على pronouns. درس جميل ولذيذ. could you dry او could you dry the dishes and put dishes plural فهتاخد مين؟ هتاخد them. هتحس انك بتحل كلام اطفال شوية هنا بس ركز فيه ربما يخدعك على فكرة. Number two, Mr. Isam gave us some advice and we followed. Followed A, followed the advice, well, advice uncountable. Well, uncountable, يتعود عليها بإت. Three, 60 kilometers from here to Zagazig. قلنا كل المسافات كلها بتاخد is عشان كده الحوار هيبقى it is. It's easy to lose a space temper when one is criticized. بتتكلم على one فتعود عليه بالproperty بتاعته. To lose your temper, هي one's temper. من السهل انك تفقد اعصابك لو حد بينتقدك. number 5 my car is bigger than it's bigger than space car. اكيد is bigger than hair car. ممكن يقول هيرس عادي بس ما كانش هيقول car. يعني لو فيش car كنا نختار هيرس على طول. her coat is gray space is brown. الكوت بتاعها gray والكوت بتاعي انا brown. ملكي انا تبقى mine. she's afraid of she's afraid of mean she's afraid of afraid of afraid of me she's afraid of me. بس احنا قريناها غلط هي كلمة a friend. she's a friend of mine a friend of mine. لو كنت قريتها afraid كنت هتقول afraid of me يا مستر. فأرجوك يا sentence صح من الأول من البداية ما تغلطش زي كده بالظبط. number 8 يا مستر the United States is anxious to improve space image in the Middle East. United States دي دولة واحدة عشان كده أخدت إز قدام حضرتك اهي. فالناحية تانية هعوض عليها بملكية واحد شخص واحد. it's زي مصر مثلا Egypt is doing its best. number 9 if anyone comes anyone بياخد singular verb اهو and before I get back ask يتعوض عليه بplural verb ask them to wait. number 10 the mice mice plural squeaked طلعوا الصوت بتاعهم يعني بدأوا يسرسروا on seeing mice plural plural من كلمة mouse بما انهم plural شافوا نفسهم يبقى seeing themselves. لكن تحت لما قال لك ماوس واحد squid on seeing ماوس واحد شاف نفسه يبقى itself. شهد بتكلم شهد تقول لها شهد behave yourself. 13 ريناد مش بتكلمها لا بتتكلم عليها. ريناد behaves بتهذب نفسها يعني behaves herself يا مستر. تخيل فرق الكومة فرق معاك الميننج خالص. 14 the young build the city by young هنا بتعبر عن الناس الكتير. the plus adjective عبرت لك عن البلولر بما انهم ناس كتير by themselves. 15 I couldn't forget space bad news I received last year. news uncount بما انها uncountable تبقى singular عشان كده اخترناها this او that. بيتكلم last year يعني حوار بعيد فاخترناها that يا مستر. How much are space shoes at the back of the shop? Shoes plural. أي حاجة عبارة عن جزئين تبقى plural. عشان كده اخترناها فين؟
اخترناها these أو those. بما أنهم in the back بعيد عنك تبقى those يا مستر. طيب the second, could you blow out space candles near you? These candles, candles plural تبقى these أو those. بما أنهم قريبين حاجة قريبة هتاخد these ولا those؟ هتاخد these يا مستر. These candles near you. 18, she's great. We phone space regularly. We phone mean نكلم بعضنا البعض. We phone each other or one another. فتنفع A and B. Each other or one another. أحدنا الآخر يعني. Where space 5 bounds I lend to you. قلنا 5 bounds على طول singular. أي كميات تبقى singular. عشان كده محتاجين is. Where is this ولا is that. بما إني I lend to you زمان يعني مش موجودين دلوقتي يبقى is that لأنها بعيدة. 20. Which shoes would you like to try on? The space in the windows. Shoes plural. عوض عليها بplural تحت. بplural تحت هياخد مين؟ The ones. أكيد ما فيش حاجة اسمها the them عشان ما تقولش them plural. يبقى the ones in the window. اللي هم على الشباك دولة مستر. The ones عايد على الشوز اللي هي plural أصلا. 21. To space. Does this book belong? Belong محتاجة to. يبقى to mean. مين تحت ممكن يبقى البروبوزيشن قبليه يا مستر؟ فكر كده وقول لي مع الريتف بروناون لو تفتكر. يبقى to whom. To whom does this book belong? إلى من ينتمي هذا الكتاب؟ بتفكرك ب to whom it may concern. إلى من يهمه الأمر. 22. These books are all fantastic. Space will you choose. هتختار مين منهم؟ مين منهم؟ منهم هم. والبوكس non-living things أشياء ما هيش إنسان عشان كده اخترناها whichever will you choose. 23. I couldn't find my book space so my teacher was angry. I couldn't find my book. مش لاقيه في أي مكان. Negative ونegative بياخد some ولا any. بياخد any عشان كده اخترناها anywhere. ما خدناش somewhere يا مستر. مش هينفع أحط النو تاني لأن في negative فوق أصل. 24. مع حضرتك يلا. They refused to tell us space about the exam. رفضوا يقولوا لنا ايه؟ refused to tell us anything about the exam. ما رضوش يقولوا لنا اي شيء. جمله نيجاتيف عندك عشان كده اخترنا anything يا مستر. رحنا على الكويشن تاج. الكويشن تاج خدناه بالتفصيل لو تفتكر في 2 بيجز كاملين بالكل الريجلرز اللي موجوده عنده. توقع لو اجيب لك حاجه كده هيجيب لك الريجلرز. There is a book. وذير بتفضل زي ما هي هناك. يبقى isn't a isn't there. The second, I'm really late. Space I. فاكر لما am بتحول ايه في النيجاتيف؟ ما ينفعش اقول am not I. مفيش حاجه اسمها amn't. عشان كده اخترناها aren't I يا مستر. Somebody مش محتاج افكرك كان بتعوض عليها بplural. بplural هناك يعني is و isn't مش مع حضرتك. غلط. بما ان الجمله هنا بوزيتيف تروح الناحيه الثانيه نيجاتيف فهنخليها aren't they. The boy hit the dog. الكلام في البريزنت ولا في الباست؟ خدناها اكتر من مره النهارده. هيت ما فيهاش اس. كان هيقول لك ذا بوي هيتس لو كانت بريزنت. يبقى الكلام في البوست يا مستر. بين الكلام في البوست هختار مين هنا؟ الجمله هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الجمله هنا بوزيتيف فتروح الناحيه الثانيه نيجاتيف تبقى didn't he. They should have arrived on time. They should have arrived. الكلام هنا في البوزيتيف الناحيه الثانيه نيجاتيف تبقى shouldn't. Ali is not at school today. ما هوش موجود. Is not كلام في النيجاتيف يبقى الناحيه الثانيه بوزيتيف وهي على الياء بنت. تبقى is she. That's number 6. Number 7. Suhaila won't mind if I leave early. مش هتزعل لو مشينا بدري. Won't mind. جملة نيجاتيف تروح الناحية التانية بوزيتيف تبقى will she. The second. Nothing was lost. قلنا nothing بتعود عليه بقيت عادي. بقيت عادي. جملة نيجاتيف عشان وجود كلمة nothing تروح الناحية التانية بوزيتيف تبقى was it. يا ريت ترجع لصفحه الريجلرز الموجوده في الكويشن تاج واحفظها كويس جدا لان الكويشن تاج جاي لك في ورقه المفاهيم. نمبر 9. We don't think he will win the race. احنا اللي بنفكر يعني هنبص على الجزء الثاني الفيرب اسمه will يروح الناحيه الثانيه نيجاتيف بس اصبر احنا بناخد البوزيتيفيتي والنيجاتيفيتي من الاول يعني اعتبر ان الجمله نيجاتيف بوجود كلمه don't نخليها الناحيه الثانيه بوزيتيف تبقى مين؟ تبقى will he. That's number 9. يبقى خدنا الفيرب من الجزء الثاني والنيجاتيفيتي والبوزيتيفيتي من الجزء الاول. نمبر 10 يا مستر. He had better stay. خلي بالك قلنا had better و would rather. He had better الجمله بوزيتيف يبقى الناحيه الثانيه hadn't he. You didn't eat the cheese. You didn't eat the cheese.
جملة هنا الجملة هنا النيجاتيف you didn't eat the cheese space you نخليها بوزيتيف الناحية التانية تبقى did you. 12 he has finished his homework space he أكيد مش he is finished he has فتروح الناحية التانية بالنيجاتيف تبقى hasn't he. 13 they hardly eat meat قلنا hardly بتعبر عن النيجاتيف يبقى تروح الناحية التانية positive ما لقيتش auxiliary هجيب do or don't or doesn't كلام هنا في present ولا في post كلام هنا في present يا مستر في present يبقى do they لأن الجملة negative تروح الناحية التانية positive تبقى do they يا مستر. I must remember to phone him more often I must remember بيكلم نفسه بيدي نفسه self order must تروح الناحية التانية بالnegative تبقى mustn't I. Let's من غير ما تكمل فاكر let's كان بتاخد مين أيوة تاخد shall we. Never stop trying. Never stop. The order بالنيجاتيف يروح الناحية التانية positive تبقى will you. We have no food. We have no food. يقوم لهنا negative يا مستر. يبقى تروح الناحية التانية positive تبقى mean do we. Do we. بعض الناس تقول لك ممكن نخليها don't عشان have هنا positive. لا الجملة negative في وجود كلمة no يا مستر. 18. He has to work late tonight. He has to. تروح الناحية التانية mean ما تقولش بقى hasn't لان has to هنا ده المين فيرب مش auxiliary مستر تروح بdon't or doesn't بما ان الجمله بوزيتيف تروح الناحيه الثانيه بنيجاتيف تبقى doesn't هي يا مستر. في المعاصر بيقول لك ممكن اعتبر has هنا hasn't عادي بس بلاش الكلام ده دوت ده مين فيرب ما هواش auxiliary عشان تقول الناحيه الثانيه hasn't يا استاذ. نروح على last question question number 19 I think he is clever انا اللي بثينك فبص على الفيرب الثاني يبقى isn't he. 20 هاني thinks English is easy ماليش دعوة بالجزء التاني أنا ببص على هاني thinks طول ما أنا اللي بعتقد ببص على الفيرب التاني طب لو غيري بيعتقد ببص على الفيرب الأولاني اللي هو كلمة thinks شرحنا الكلام ده في التفصيل ممكن ترجع له في شرح الجرامر في الفيديو هناك ببص على thinks thinks that positive تروح الناحية التانية بنيجاتيف تبقى doesn't he يا مستر. وبكده تكون أنهيت مع حضرتك حل كل أسئلة الجرامر الموجودة في كتاب A1 الفاينل ريفيجن بتاعه أو الشيت اللي نازل ريفيجن بناء على ورقة المفاهيم. بصراحة الأسئلة عجباني جدا أكيد عجبتك وقفت أنت عند أكتر من سؤال وعملت بوز وفكرت ليه مش كده وليه مش كده معلش لازم نجيب لك أسئلة من كل مكان بحيث أنك تكون اشتغلت من المعاصر والجام والجينيس والجاينت ودلوقتي A1 وأحيانا من الجام لو كنت عايز وحصص مصر ومنصة نجوة التنوع دوت هيديك أفكار جميلة جدا في كل الاتجاهات. ربنا معاك ان شاء الله في كل اللي فاضل لك من السنه دي ابذل مجهود اقصى ما يمكن في الجزء دوت وان شاء الله والله كل ما المجهود بتاعك هيعلى ربنا صدقني شايلك الاحسن كتير سواء في الدرجات او في الكليه او في المستقبل بتاعك باذن الله. نشوفك على خير باذن الله في مراجعات قادمه. سلام عليكم.